جزيل، تفضل يا استاذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اتكلمنا بقى المرة اللي فاتت عن الستاندرد، هو الستاندرد، وعرفنا الحاجات دي كلها، تمام. النهاردة هنزود حاجات صغيرة كده في النص اللي هي الأحمر ده. الدرونج سيت والأورجنايزيشن. احنا طبعا اتكلمنا عن الحاجات ديت، ان الفايل استراكشر لما نعمل بيعمل سيفنج للتايم والايزي تو ريتش والسيفنج تو تايم تو ريتش، ودي الشبكه بتاعتنا بتاعت السيرفر او اللان اللي احنا بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي الريسورسز اللايبرري والمانيوالز والحاجات دي كلها، بروجكتس بلوت اون، دي الحاجات اللي طبعت. وبعدين الشير، دي الشير ما بين من الاقسام المختلفه. نشغل الفوكس. لان هنحتاجه المره دي بقى كويس. احنا خدنا دي البروجيكتس بقى، فيها الاربع فولدرات، الكونسبت ورك سيت، ودي الرئيسيه بتاعتنا اللي فيها الشغل بتاعنا كله، البيرميتس المقدمات والريكورد، دي اللي هي الان والاوت. البيرميتس اهي، وبعدين البين اوت. طبعا هنعمل مراجعه اللي فات سريع كده. هنا بقى نبتدي من الحاجه الجديده، ان احنا عايزين احنا قلنا الستاندرد هو ايه؟ انك تعمل جايد لاين للمكتب او المكان اللي شغال، بحيث انه يعرف يشتغل بامكانيات جيده جدا باقل وقت باحسن امكانيات، تمام. فلازم نظبط له كل حاجه. احنا بنعمل حاجه زي مثلا واحد عايز يشتري عربيه، فانا بعرض عليه المرسيدس والليكزس، هو عايز اقل من كده بقى يبتدي يطلب الايه الامكانيات الاقل من كده. فانا بعمل هتلاقي تمام، في حاجات بتتقال بزياده اوفر شويه، فالاوفر ده احنا شايلينه في الريكوردز، ولكن هو موجود في بعض المكاتب بتستعمله. في مكاتب بتستعمله مستعمل او مستعمل وهكذا. طيب احنا بنتكلم النهارده عن الايه، عن لما يكون عندنا مشروع كامل متكامل هنرتبه ازاي. لو حابب ترتب ازاي، اول حاجه الكفر شيت، بعد كده هازاردوس ماتيريالز، وبعدين سيرفيينج. الترتيب ده هو اللي ايه من تحت لفوق كده، هو اللي ايه بنمشي معاه. هنا هتلاحظوا ان في لاندسكيب، وبعدين الاستراكشر قبل الاركتكشر، الاستراكشر قبل المعماري، هو في تنظيم. طب هي دي قانون؟ لا مش قانون. هي دي يعني ما نحاولش ناخدها كده، نحاول ناخد دايما الحاجه ان هي ايه، انا بحاول اعرف بيها كل حاجه. طب في مكتب هو بيقدم المعماري الاول، لان في معماري في برزنتيشن الاول عايز يعمله، فهنقدمه الاول، تمام كده يا جماعه. طيب انا بشتغل مشروع، عايز اعرف المشروع الورق اللي انا هستعمله ايه. درونج سيت اورجانيزيشن اللي هي الشيت البيبر سايز، الورق بتاعنا اللي احنا بنستعمله في ستاندرد، في اكثر من ستاندرد، اكثر من ستاندرد على مستوى العالم. في واحد اسمه ANSI، وفي واحد اسمه ايزو، ماشي. فاحنا المتعارف عليه كله او العامات اللي احنا بنشتغل فين؟ في اللي هو الايزو 216 اي، اي سيريس اللي هي اللي هو الاي، لان في اي وفي بي وفي سي، في سيريس اي ايزي اي احنا بنعمل فيها اهو، في بي وفي سي، ده ليه مسات ثانيه. طبعا اللي بيحب يتبحر للموضوع ده، في تحت اهو فور مور ديتيلز ريفير تو، وده لينك لانواع الورق في الويكيبيديا، تمام. طيب مسات الورق زي ما احنا عارفين ان الاي 0 هي الكبيره قوي دي، الاي 1 نصها، تمام، يعني في نص اي 1 واي 1، الاي 2 نصها. فاحنا بنمشي على النظام ده، هتلاقي الاي 0 نصها اي 1، والاي 1 نصها اي 2، والاي 2 نصها اي 3، والاي 3 نصها اي 4. في بقى مقاسين هنا متداخلين شويه، في الليتر وفي الليجل، هما نفس العرض الاي 4، بس الليتر يعني ده حرف الاي 4 اهو، الليتر اقصر من الاي 4 والليجل اطول من الاي 4، المقاس بتاعه حتى اهو حاجات هيمن، تمام. وبعدين الاي 5 اي 6 7 8 لغايه 10، مقاس 10 ده هو بالانش اللي هو 1.5 بالسم، يعني 26 مللي في 73 مللي، يعني حوالي 2 سم ونص في 3 سم ونص تقريبا، تمام يا جماعه. طيب الكفر شيت اللي احنا قلناه ده بيتكون من ايه؟ في مكونات لازم تكون موجوده، التايتل بيج فور ذا سيت اوف ذا درونز، تمام.
includes some or some or all of the following. طبعا الحاجات دي بنستعملها يا اما لو يمكن لو كلها موجوده بنحطها, مش موجوده خلاص احنا بنحط اللي موجود عندنا. title of the project, اسم المشروع, مشروع رقم المشروع عندي هو مكانه فين, location map, name of the owner, names, signature and stamps of designers, index, legend, survey data, additional information لو في حاجات موجوده additional. ده sample لي, ادي الشيت موجوده اهو, التايتل بتاعنا موجود, وادي الماب اهي تمام, وادي مكونات الكفر بتاعنا. ماشي يا جماعه. طبعا دي داتا بتبقى متغيره من مكان لمكان. ادي الموقع اهو, ادي السهم الشمال, وادي واجهه المبنى بواجهه بسيطه ليه, وادي المابس الماب بتاعه على المابس مثلا. ماشي. الجنرال انفورميشن هي ايه؟ انفورميشن اباوت ذا سايت لوكيشن اند داتا ابريفيشنز بيلدينج كود. بيلدينج كود دي في بعض الدول بتحط كود لكل بيلدينج, كل مبنى بتحطه, وفي ناس بتحط بقى في بعض الدول بتحط اللوكيشن بتاعه ليه ترقيم البن دي كود. بتهيألي عندكم بتهيألي في قطر في موجوده الحاجات البن كود والريفرنس والحاجات دي كلها تمام. السيرفي شيت انكلود ديتيل اباوت سيرفينج داتا اند مابس. طبعا دي حاجات مهمه ورئيسيه, وخصوصا لما يكون موقع عام, في موقع عام كبير في لاند سكيب, فطبعا السيرفينج بتاعه بيكون مهم جدا عشان يقدر يحددوا بيه. طيب احنا هنتكلم بس في نقطتين هنا يعني صغيرين بس, اللي هو الاستراكشر درونجز دي اللي هي ايه. الاستراكشر درونجز هي بلان اور سيت اوف بلانز اند ديتيلز, مجموعه من اللوحات فيها النظام الانشائي للمبنى. ودي بعض الحاجات فيه اللي هي الفلورز بلان, ديتيلز, كفر شيت, كور اند ستيرز, وسكادجولز. المعماري نفس المبدا, في بعض ده المعماري بروفايد انفورميشن فور ديزايننج فابريكيشن مانيفاكتشرنج اند اريكتنج ذا ستراكشر اليمنتس تمام. طبعا اللي عايز يزود للمعلومات في يعني ستراكشر درونجز اللي موجوده هنا الويكيبيديا بتاعته تمام, وفي المعماري برضه نفس الحكايه, ادي الويكيبيديا اللينك بتاعه تحب يزود. طيب احنا مش عايزين بقى ندخل في موضوع الباقي اللوحات, لان طبعا التعريفات دي يعني لما شفنا هنا اللوحات الست ديت كامله, طبعا دي كل واحد متخصص في شغله هتلاقي اللوحات دي كلها هو عارفها, فمش عايزين ندخل في الموضوع ده ونستدرج فيه عشان عايزين نوفر وقتنا في حاجات ثانيه. طيب هندخل بقى على البروجكت فايل, بروجكتس اند فايل نيمينج ستاندرد تمام. احنا قلنا الحته هات هنا ايدنتيفاي دروينج سيفنج تايم ستيك بي اوبننج دروينج. طبعا صعب جدا ان واحد يفتح يفتح لوحه بالمنظر احنا هنشوفه دلوقتي. طيب الاول انا حاطط حته هنا في, احنا طبعا مش هنشتغل بده, ولكن ده في الكونستراكشن موجود, اللي هو تلاقي الاسم الفايل طويل جدا, لان في الكونستراكشن الداتا لازم تكون موجوده تمام. ده بس ده جاب في الريفرنس بس دلوقتي ماشي, هنبقى نراجعه بعدين براحتكم, براجعه براحتكم ماشي. في الاجريد بروجكت نمبر, ده رقم المشروع 17 اهو, يعني نفس الحكايه برضو السنه والسيريال بتاعه, بس بنضيف بقى اسم الشركه اللي هي الكونسلتنت او الكونتراكتور اللي هي اورجانيتور كومباني هو كرييت ذا فايل, الشركه اللي عاملها, اذا كان اذا كان هي المقاول عاملها او الانشاء او اللهم صل على النبي, بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله, الكونسلتنت اللي عاملها. بارت اوف بيلدينج طبعا بتقسم المباني تبقى الاجزاء وهكذا تمام. نيجي بالشغل بتاعنا, عشان احنا عندنا معظمنا في الديزاين, فالتسميه بتكون صغيره شويه, بتكون بسيطه اكتر. ده اللي كنا فيه المره اللي فاتت, سي فور كانتري اور سيتي, ودبل واي اللي هي يير, البروجكت نمبر, البروجكت ديسكريبشن. وده مثال بسيط ليه, اي يعني مشروع في مصر في ايجيبت 2053, ده سنه 2020, والبروجكت نمبر 53, واسمه بنانا مول, المول اسمه بنانا تمام. طيب هنا بقى احنا نبتدي بقى نستردد هنا شويه الفايل تايبس, انواع الفايلز هي ايه. في الموديل, الحاجات الاشياء اللي ترسم في الموديل, والاشياء اللي ترسم في الشيتس. احنا عملنا ليها مثال بسيط هنا عشان ايه يبان. الفريم نفسه, الفريم كفريم هو في الموديل, في الموديل اهو الفريم كفريم, لسه ما خدتوش اكسرف في اي حاجه. البلان نفسه في الموديل,
اللي هو الفلور بلان. دي طبعا لوحه تانية اللي هي الديمنشن. احنا قلنا نقسم اللوحات حسب ما احنا بنقدر نقسم لو حسب حجم المشروع. فالديمنشن هنا المشروع ده لانه كان كبير شويه فاحنا قسمنا الديمنشن في لوحه لوحدها، البلانز في لوحه لوحدها، الروم نمبر والويندوز نمبر والحاجات دي كلها في لوحه واحده. طب احنا خدنا كل ده اكس ريف في لوحه، فده بيتسمى شيت، شيت فايل. دي لوحه معماري الفلور بلان. تمام يا جماعه، فلازم نفرق ما بين الموديل اللي هم الثلاثه دول، طبعا هم الثلاثه او اكتر بس احنا رامزين للثلاثه بس دلوقتي، الحاجات اللي احنا بنرسمها كلها، وبعدين الشيت هو اللي بنجمع فيه الملفات دي. الشيت طبعا ما لا يفضل يتحط فيه حاجه غير التايتل اللي هو الجزء ده، تايتل اللي هو تايتل الدرونج، الدرونج تايتل اللي هو مثلا ماستر بلان او بعدين بارتس او فلور بلان ستراكشر فاونديشن كولومز اند اكسس وهكذا. دي بتبقى موجوده في كاتريبيوت في اللي هي الشيت. لو ابتدى يتعبنا الكلام. طيب نخش على الجزء اللي بعده، الفايل نيمنج. احنا سمينا، احنا هنخش بقى دلوقتي على ايه، ازاي نسمي الفايل اللي هو في الموديل اللي هو زي البلانز زي الدايمنشن والحاجات دي كلها. طبعا جزء من الفايل اللي هو اللي احنا لسه قايلين عليه سي تي سي دبل واي بي ان دي. هنا دي بقى الكود بقى هنبتدي عليها، اللي هو الكود اذا كان جي جنرال اس سايت بي بيلدينج، اللي هي دي، هي دي جزء منها البيئه اهي. تمام، الاكس اللي هي الاكس دهيت اللي هي اكس ريف كود. انا بحطها اكس عشان ابين لاي حد يفتح الفايل نفتحه يعرف ان ده ملف في الموديل ده بنشتغل فيه البيز بتاعنا، البيز اللوحه بتاعتنا. دبل زي الموديل فايل تايب، النمبرز اللي هي الفلور بلان. طيب في مثال اهو، اي يجي في نفس المشروع لغايه هنا، طبعا ده اللي هو اللي قبل كده موجود لغايه هنا اهو. طبعا شلنا ديسكريبشن لان مش عايزين نطول اسم الفايل، فشلنا ديسكريبشن البروجكت ديسكريبشن، جبنا اسم المبنى، وبعدين اكس اهو معناها ان ده بيز بلان بي ال بلان رقم 00 اللي هو البيز بلان فور بيزمنت اللي هي لور فلور. طبعا في ممكن يكون بيزمنت 3 2 1 جراوند، يبقى ال 3 بيزمنت 3 هو ال 00. طبعا احنا بنجيب من تحت خالص واحنا طالعين، ده اللي هو النظام بتاعنا العادي. في 01 اللي هي البيز بلان فور جراوند نيكست فلور. تمام، اكس اهو اي اركتكت لود ال او دي ليست اوف دروينج اللي هي فور اركتكتشرال سيريز. تمام، طب الشيت، الشيت نمبرنج نفس المبدا لغايه فين؟ لغايه هنا. احنا في الاول حطينا اكس عشان هي، شوف هتلاقوا حتى اللوحتين هم زي بعض بالظبط، ابتدينا نفرق هنا. فهنخش بقى على الشيت هنا، اي دبل اي اللي هي ديسبلين سيجنيتور، وبعدين في اس بعدها اللي هي دي اللي هي الشيت تايب سيجنيتور، وبعدين شيت سيكونس نمبر، وبعدين في اليوزر ديفايند سيجنيتور، وده سامبل موجود اهو. نفس الحكايه ده هنشوف ايه ده، هنلاقي بيلدينج 1 معماري اللوحه رقميه R01. تمام، اللوحه اللي بعدها ستراكشر اس فور ستراكشر. تمام، يبقى دي اللوحتين دول هم اول لوحه في المعماري واول لوحه في الانشاء، وبعدين الليست اوف درون. طب الحاجات دي كلها بقى ايه دي؟ ليها سيستم؟ اه طبعا ليها سيستم. الديسيبلين سيجنيتور هي ايه؟ هو حروف بتدل على كل قسم، جي جنرال، جنرال بتحط فيها الكفر شيت، بنحط فيها ال او دي، بنحط فيها اي حاجه عامه بنحطها فيها. ثانيه واحده كمان، شغلنا دي الديسيبلينز كلها، كل قسم بيبقى ليه رمز عشان اعرف اللوحه دي بتاعت ايه. طيب ادي ديسيبلين سيجنيتور، ديسيبلين سيجنيتور ليفل 2، دي ليفل 1 اهي، دي ليفل 1 اللي هي اللي هي الخانه الاولى اللي هي الاي الاولانيه دي. طب اللي الثانيه اللي هي ليفل 2. طبعا عامه كلنا بنستعمل اي 1، حتى هتلاقي هنا موجوده اي 1 اللي هو الليفل 1. الليفل 2 بيبقى ايه؟ بيبقى اديشنال اوبشن موجود. ايه اركتكت اهي اللي هي اي دي اللي هي ديمولشت، ماشي، اليمنتس دي كلها الحروف الموجوده دي بنستعملها، اللي هي اليمنتس فينيشز جرافيكس انتيريور سايت
وبعدين بقى لو عايز تحط حاجه تانية ادي جي كي، بتبتدي بقى تبتدي اس اس فور سايت، بعدين بقى جي كي ال ام ان لو عايز تزود حاجات تانية موجوده. طيب اللي بعده اللي هو الايه، الشيت تايب. الشيت تايب اللي هو بيبقى ايه، 100 100 يعني ايه، يعني بلانز دايما زيرو فور جنرال، لما كل حاجه اسمها 001 يبقى جنرال، اللي هي السيمبل والليجند والنوتس وهكذا. عامه المعماري بيبقى فيها جنرال نوتس، وفيها الجنرال ديتيلز، وفي الابريفيشنز بتاعتنا، وفي لو سيمبل مستعمله بنحطها. فممكن تعمل لوحه او اثنين او ثلاثه حسب، فتبقى ايه 001 002 003 وهكذا. نيجي في البلانز بقى هتبقى 100. فمثلا هنقول في المعماري البلانز عندنا اول بلان هيبقى ايه 101، او نبتدي ب 100، هي هتبقى 100 اول بلان، وبعدين 101 102 103 وهكذا. نوصل بقى هنخلص البلانز كلها، نخش على الاليفيشنز هنلاقيها 200، يبقى 201 اول اليفيشن، 202 203. طب السكشنز 301 302 303. لارج سكيل لما نيجي نبتدي بقى في ديتيلز في الفيوز مثلا، او لو عايزين نعمل لارج ديتيلز فيها معينه، زي مثلا ناخد اجزاء معينه نكبرها. في فرق ما بين ان احنا نكبر جزء معين وان احنا نعمل بارتس. بارتس لو هنحط بارتس هتبقى فيها اجزاء، يعني لو هنكتب هتبقى هنقول مثلا المعماري طلع 101، ادي 101 اهو، دي اللوحه الاولى. لو عايزين نعمل لها بارتس بقى هتبقى بوينت بوينت، انا هحط كام جزء مثلا، هي كلها اربع اجزاء فاحط ايه بوينت 1 تمام، وبعدين الجزء الثاني بوينت 2، الجزء الثالث بوينت 3 وهكذا تمام. فيبقى 101 هي البلانز، هو البلان الاول، وبعدين اللي هو 101.0 ده اللي هو الايه الجنرال لاي اوت، 1 2 3 4 وهكذا، بنبقى ماشيين بالبارتس تمام. لكن هنا لارج ديتيل لو انا عايز اكبر في جزء معين عايز اكبره لوحده او حاجات زي كده، ديتيلز اهي الديتيلز موجوده، وبعدين سكادجول اند ديجرامز. ساعات في اللارج دي سكيل ديت اللي هي تبقى الويت اريا في المعماري، احنا عايزين نكبر الحمامات والمطابخ مثلا، او في جزء معين في جزء في ديتيل معين كده معماري، جزء معين عايزين نحطه زي برجوله مثلا عايزين نحطها، فبنحطها هنا تمام. 9 3 دي ريبريزنتيشن ايزومتريك اللي هو الايزومتريك وبرسبكتيف وهكذا. طيب الجزء اللي بعده ديسجنيتو، سبلين ديسجنيتو اللي هو الشيت سيكونس، اللي هي الجزء اللي عملناه في الاخر خالص. لما نرجع كده للوحه ادي الرقم اهو اللي هو الار، اللي هو الار 1. في ممكن تبقى اللوحه من غير الار، وفي بيها بالار. طب هي الار ده هي اللي هي التريبل يو ده هي اللي هي اليوزر ديفايند سيجنيتور. دي صعب نستعملها امتى؟ لما هنشوفها دلوقتي. هم فيها ثلاث حروف اللي دي ست، اللي هو الشيت سيكونس نمبر اللي الترخيم اللي قلناه ماشي. الفيرست شيت بيبقى 01 اهو، وبعدين فولد باي 2 ثرو 99. طيب انا عندي بنات اكتر من كده، انا مثلا عامل مشروع مثلا سور لمدينه مثلا، فانا بروح مظبط بدل ما يبقى رقمين بس 01 هتبقى 001، هيبقى عندنا 999 لوحه تمام يا جماعه. طيب الديسجنيتور بقى اللي هي الاخيره دهيت، في رمز اكس في رمز ار، وفي بعدين اي بي سي. الاكس كومبليت تشينج يعني المشروع كله اتغير. انا كنت عامل تصميم وتقدم، وبعد ما تقدم يعني في مثلا كنا شغال في مشروع، فمشروع خلص واتعمل وكل حاجه والتندر طلع وكل حاجه وتمام تمام. بعد ما طلع المالك عمل دراسه الجدوى للموضوع، احنا خلصنا اللوحات ولسه هيطلعوا للتندر بقى. فالمكتب الفني عنده بتاع، هو كان شركه مقاولات، فالمكتب الفني اللي عنده كان بيقدم لتصريح من الدوله، فطلع ان التصريح اللي هياخدها تكلفتها مش هتعمل له عائد، لان هو كان واخدها حق انتفاع، فمش هيطلع علينا عائد. فقال لك طب انا بدل ما اعملها سكني واداري اعملها فندق. ده كان مشروع في السعوديه. فقال لك انا اعملها فندق، ورحنا كده يبقى كده التصميم كله اتغير اهو. يبقى لما اجي اكتب ايه؟ اكس 1. لما اتغير كل حاجه. طيب المشروع بس في جزء منه ريفيجن اتعمل، هيبقى اكتب داش ار 1 اللي هي كنا كاتبينها فوق اللي هي ريفيجن 1 ده هي. نرجع تاني هنلاقي ار 1. دي لو اكس 1 يعني معناها ان المشروع كله اتغير.
تمام. في بعد كده بقى اللي هي الاي بي سي دي اللي هي الفيزز، انا شغال في الايه في فيز معينه فانا بقدمها دي سامبل على الموجود في جنرال، دي اللي هو اللوحه بقدمها اول مره اهي، فمش كاتب جنبها حاجه. لما عملتها عملت ريفيجن ليها بقت زي R1، طب المشروع كله اتغير بقى X1. ماشي يا جماعه. طب ده فيز جديد اسمه A1، احنا قسمنا المشروع لفيزز A1 A B C D، فدي دي لوحات المشروع فيز 1 للمشروع جوه المشروع. تمام يا جماعه. تبقى اللوحات العاديه 001 اللي هي نوتس اند سيمبلز، 101 اللي هي الفلورز، 102 ريفلكت السيلينج بلان، 103 روف بلان، وهكذا نمشي في السيكونس بتاعنا العادي. كده احنا خلصنا الفايل نمبرنج، البروجكت نمبر والفايل نمبر. في اي استفسارات يا جماعه؟ دخلنا على اللير نيمنج. اللير نيمنج يا جماعه ده هو يعتبر يعني انا بقول العصب عصب اللوحه. ليه؟ لانه بيه بقدر اقسم وبقدر اخبر، اقدر ادي معلومه للناس اللي شغالين معايا اللي هي الديسبلينز الثانيه اللي هي الانجينيرنج كلهم انا شغال في ايه. ماشي يا جماعه. ازاي اهدي للمعماري؟ انا معماري شغال في المشروع، طبعا المعماري هو الرئيسي في كل حاجه، فالمعماري لما بيشتغل عايز يقول للانشائي مثلا دي الاعمده اللي ممكن تاخدها. طبعا انا بحط انديكيشن للعمود 30 في 60 مثلا، انا حسب خبرتي شايف ان الموضوع 30 في 60. طبعا ده مش اجبار للانشائي، لان الانشائي طبعا ليه حساباته وليه الساب بتاعه والتابس والحاجات دي كلها، هو بيطلع كل حاجه براحته. بس انا بقول له هنا ممكن تحط لي عمود هنا، يعني مسموح لك تحط عمود هنا تتكلم فيه وتحط فيه المقاسات اللي انت عاوزها. تمام. طيب في حيطان، هاجي اكلم مثلا التكييف الاتش فاك. لما اجي اعمل لما اجي اعمل لير للحيطه فل، في حته فل وحته بارشال، فهو لما يجي يشتغل هيبقى انا من غير ما اروح اقول له اقعد معاه واكلمه خلي بالك في حيطان هنا يا جماعه، خلي بالك بتوع الاتش فاك هنا في حيطان وهنا مفيش حيطان، فانت ممكن تشتغل براحتك فوق السقف وهكذا. لا ده انا كده بديله باللايرز كل حاجه ايه؟ كل حاجه سهله وكل حاجه متيسره. طيب فانا لازم اوصل في تسميه لو اللايرز دهيت لمرحله ان انا كل الكلام اللي اقوله موجود، وده يعتبر كده من انجح الانظمه انك تدي كل المعلومات على اللوحه، كل معلومه انت عايز تقولها موجوده في اللوحات ومحدش يجي يسالك على حاجه. طبعا الاسئله كده هتقل، الاسئله مثلا من 30% اسئله، من مش اللي هيجي يسالك مش يسال من 30% على المشروع، هيبقى يسال بس 3 4% او 5%، فكده هيبتدي يسهل عليك انت، هيوفر وقتك انت وهيسهل عليك انك تركز في المعلومه اللي بيسال فيها، فهتدي له بدل ما انت عمال تكلمه في 30 ثلث المشروع. الو دي حيطان ايه؟ تقعد تعلم حيطان، لا دي ودي لا، علم الحيطه دي، ويجي يقعد معاك ويقعد يمسك ماركر ويعلم، لا هو عنده لير هيقفله اترك خلاص، هو عارف ان في اللايرز الفل ولير والبارشال والحاجات دي كلها. في حاجات بقى الانشاء ممكن يجي مثلا عايز يكبر عمود شويه، فيجي يقول لك ايه انا عايز اكبر العمود ده، ادي كده ابتدت الحكايه ايه؟ وفر عليا وقت ومجهود. طيب عايزين نظام تسميه لللايرز، زي ما قلنا المره فاتت اللي هو المكتوب اللي هو الاي اي اي امريكان انستيتيوت فور اركتكت. في حد عمال يلون لي في اللوحه؟ ماشي. ممكن يا باشمهندس عندك فوق في شريط صح؟ نعم. في الاخر ثلاث نقط على بعض. نعم. ممكن تضغط عليهم وتختار كلمة ديسيبل انوتيشن. بحيث ان محدش. ايوه. كده بس حضرتك اللي هتعمل. بارتيسيبيتس انوتيشن. ده كده بس انا اللي كده بس حضرتك اللي هتعمل على اللوحة. طيب انا يعني انا عايز يعني انا عايز يا ريت تسيبوا المايك مفتوح عشان لو حد عايز المايك مفتوح، لو عايز حد يعني في نقطه واقف عايز عليها ولا حاجه عايز يقولها يسال فيها، لان الحكايه تبقى هي الحاجات الجزء ده بتاع اللايرز هو جزء دوكيومنتيشن بس ما فيهوش اي فنيات، فهتبقى الحكايه ايه هي مش صعبه بس هي فن كلها دوكيومنتيشن، عشان كده انا بديكم الفايل يبقى عندكم الدوكيومنت موجود. تمام تمام. فتحنا الناس تمام. نعم فتحنا الناس انها تعمل الاميوت وتتكلم. تمام كده تمام.
احنا جه الامريكان دول جم الامريكان دول عندهم سيستم معين حلو قوي، بيقول لك ايه احنا كل حاجه نحط لها ايه نظام، يعني حتى انك تعمل تحط طوبه ازاي النظام تحط فيه، اللي هم بيسموه احنا بنسميه ستاندرد ماشي. فهم قال لك احنا لما نيجي نعمل لير هنسميها بطريقه معينه، هنسمي ايه، هنعمل خانتين داش اربع خانات داش اربع خانات داش اربع خانات داش خانه. ايه الاربع خانات دول؟ ديسيبلينس ديسيجنيتور ايه في اللي هو المين وفي اللي هو السكندري الاوبشن، برضه نفس المبدا في التسميه الديسيبلينز. بعدين في الميجر جروب والمين الجروب 1 من الجروب 2 ان اللي هو الستاتس او الفيزز. طبعا احنا ممكن نستعمل خانه واحده تبقى ايه داش على طول، قول لو عايزين نحط في الخانه الثانيه نستعملها، والميجر جروب الميجر جروب طبعا اساسيه، في من الجروب 2 فنستعمل واحده بس، ممكن نستعمل واحده بس، يعني هتبقى A داش وول داش فول او بارشيال او بارت بي ار تي، لانها مش عايزين نزود عن اربع حروف عشان يبقى المسافه تتقرف تبقى سهل ان تتعرف، يعني مش ممكن نحط دايمنشن، يبقى دايمنشن لوحده هنكتب A داش انو عشان نحط دايمنشن فيها. تمام نضبط بقى نشوف. طب نيجي حاجه حاجه منهم بقى، ديسيبلين دي ليفل 1 اوف ليفل تسميه المشروع هي نفس الابريجنز بتاعت كذا. احنا هتلاحظوا ان فانت لو ظبطت في حاجه منهم وركزت فيها كويس هتلاقي الحكايه بقى سهله. انت عايز هنا ابريجنز فانت عارف ايه ابريجنز نوعين، في اللي هو ليفل 1 وليفل 2، وليفل 2 اوبشنال، المين هو اللي هو ليفل 1 ماشي. فاحنا نفس الحكايه اللاندسكيب ستراكشر اركتكتشرال انتيريور بلامينج نفس المبدا. ليفل 2 اهو موجود حاجات دي برضو لقيته. طبعا هنستعمل الاي فور اركتكت، ممكن نحط اس هنا هتبقى اس ستراكشر، يبقى اس دي ستراكشر ديموليشن، اس اي ستراكشر اليمنتس، اس اف فينيشز، وهكذا. الميجر جروب دي سامبل للميجرز، ميجر جروب زي ايه اكسس زي اسيد ويست سيستم اريال سيرفي اريال، معلش انا تعليم حكومه فالانجليزي عندي ضايع شويه، والمصريين طبعا انتوا عارفين في الانجليزي بتاعهم حاجه كويس يعني. وهكذا. دي نماذج لللايرز. دي الميجر جروب اللي هي كنا اتكلمنا عليها دلوقتي، اللي هي دي الميجر جروب، اللي هي دي تمام. طب المينر جروب نفس الحكايه برضو، define the major groups logically grouped with specific major groups. طبعا الميجر المينر جروب متعلقه بالميجر جروب، يعني مش هقول مثلا في الولز وراح كاتب له ايه، راح كاتب له 60 في 60 6 باي 6 سيلينج، او هكتب سيلينج يا جماعه ده وول، هكتب سيلينج ليه؟ تمام. فلازم تكون المينور متعلقه بالميجر. الستات فيز فين الفيز بقى نفس الحكايه برضه اهي، اللي هي الفيز اللي هي الايه النمبرنج اللي هو ده، هنرجع تاني نرجع اهو اللي هو النمبر ده، نرجع له تاني ننزل المينور ميجر اهي الستات فيز اهي ماشي. دي بتبين اللايرز دي بتاعت ايه، يعني مثلا existing do demolished existing to demolished existing to the remaining future work item to be moved اهو. طبعا في تفصيل، وبعدين من 1 ل 9 بقى phase number ارقام برضو phase 1 2 3. هي الحاجات دي كلها نحطها في اللوحات يا جماعه، الحاجات دي اوبشنال، ما انا ممكن اسمي لوحات عاديه جدا، ده ممكن يبقى مشروع عندي خاص كده في الموضوع ده هيدخل فيه، فالحكايه بتبقى سهله يعني ماشي يا جماعه. طيب ندخل بقى في الخطوط. لغايه هنا يا جماعه اللايرز فيها كلام لغايه دلوقتي؟ في حد بيسال بيقول كان بعض الناس بتعمل حاجه في الباندا الفريم اسمها element number،
في الفريم كاتب الابريفيشنز. هو كاتب في الباندا اللي هي الباندا ما هي الباندا اللي هي اللوحه نفسها يعني ايه يعني ايه element. طب بس هو يتكلم بس انا افهمها هو كتب ولا لا هو كتب طب انا مش شايف فين الرساله اسمه صبري خليفه. طب ازاي افتح الرساله افتح الشات شات تحت اول الشات حضرتك هتلاقيه في الثلاث نقط مور الثلاث نقط اللي موجودين فوق اول حاجه element number صبري خليفه فانت بتعمل حاجات في الباندا اسمها element number. هو بصراحه يعني انا مش واخد بالي منها بس هي يعني لو شفتها مثلا اول كان ممكن نشرحها. اصل ما هو يا جماعه يا جماعه الخير احنا طبعا ايه احنا بندي جايد لاين element number دي انا ما اعرفش هي ايه بس يعني لو شفتها اشوفها لكن هي مثلا ممكن نكون لو مثلا في بعض في البريكاست مثلا الشغل البريكاست ده انشائي بس البريكاست بيبقى عامل زي عمليه لعبه الايه اللي هي تركيب المكعبات فلازم المكعبات كل مكعب ليه مكانه وكل مكعب ليه رقم عشان انا بروح في لوحه اسمها اريكشن في لوحه اريكشن مكتوب عليها مرسوم عليها المبنى ولكن كل بانل مكتوب جنبها رقمها فالراجل اللي في المصنع بيصب البانل وبعدين بيكتب عليها رقمها وبعدين بتروح برقم في الموقع فلما تروح الموقع بتاع الموقع يعرف ازاي مكانها فين بيبقى معاه لوحه اسمها اريكشن لوحه التركيبات مكتوب مرسوم البلان هو عادي والحيطه تكون بحيط كل حيطه معموله زي المستطيل كده وجنبها رقم بتاعها فده الاليمنت نمبر فده اللي بيعمل الرقم ده بيبقى سب كونسلتنت او سب تراكتور هو اللي بيعمل شيب درونج ده اللي انا فاهمها كده الان احنا لما كنا بنعمل البري كاست اليمنتس مثلا فلازم نطلعها بالمنظر ده عشان اللي في الموقع يعرف هو يركب فين اصل هي مثلا مش الكاستر سيتيو اللي النجار بيحط الخشب والخرسانه مطرح ما تيجي صب وديها مش هتفرق معاه لان مثلا هيصب اعمده كل الخرسانه اللي جايه نوع واحد مفيش خرسانه نوعين فمطرح ما هيصب في اي عمود مش هيقول لا في بلاطه هيجي يصب بلاطه فدي طبعا بتبقى حسب الموقع حسب ظروف الموقع هيصب يبتدي منين من اليمين ولا الشمال ولا من الشمال فيز انه فيز فيهم ولكن في البري كاست مثلا لازم اليمنت بتاعها ليها رقم فكل لوحه بتطلع ليها رقم بتاعها وبعدين في اريكشن بلان عليه ترقيم اللوحات ديت بحيث الموقع يعرف اني بانل هتركب فين وهيركب اني واحده فيهم الاول والحاجات دي كلها. واضحه كده يا جماعه؟ واضحه واضحه يا صبري؟ باشمهندس صبري واضحه كده؟ ام اي اس اللي حاضر اللي مش حاضر هيكتب ازاي زيرو. انت ممكن نقصد رقم التقديم؟ ممكن ما هي لا اليمنت لا تقديم حاجه تقديم سبمشن لان تقديم ريفيجن لما بيجي يقدم لوحه بيقدم فيها ريفيجن فهيبقى ار تبقى ار 1 ار 2 ار 3 ريفيجن لسه متكلمين عليها زي الار والاكس الاكس لما يكون فيه تغيير توتالي تغيير لكل حاجه كامله او الار اللي هي ريفيجن جزئي وحضرتك برضو ممكن تصورها وتبعتها لي على احنا عندنا في الجروب بتاع الواتس وفي جروب على التليجرام ده عشان يبقى فيه الملفات كلها طبعا انا هفتح ملفات دلوقتي هنشوفها فكل ده هيطلع على التليجرام دلوقتي بس انا مش عايز ابعته الاول عشان يبقى الحكايه ايه شايفينها يعني ساره اسامه فاروق كي 1 اوكي تمام كده يا جماعه طيب نقفل الشات احنا كده خلصنا اللير في الثيكنس بقى ده اللير ثيكنس دي اللي هي اللاين ثيكنس بنستعملها في اللايرز لما نيجي نعمل اللوحات بنيجي نطبعها نخش في التكست بقى طب نرجع حته بره بقى الاول كده عشان ايه نشوف الكلام اللي فات ده هو فعلا ولا ما تيجي نبص يا جماعه كده نشوف ايه رايكم نشوف كده ايه مشروع ده هنحطه في الدرايف في البلوكس لير نيمنج ليست في البروجكت 3 اهي
نفتح مشروع ونبص عليه. طبعا دي اللي احنا البروجكت تري اللي احنا اتكلمنا عليها الاول. ماشي يا جماعه، دي ديزاين اهو، الكونسبت ورك سيت والتندر، بعدين البروجكت مانجمنت، تمام، في البيرميتس التقديمات، في الريكورد. طبعا الريكورد دي من اهم الاقسام في المشروع كله، لان الريكورد نفسه مهم جدا. ليه؟ لان عارف كل حاجه راحت وجت فين. يعني انا مثلا قدمت ريفيجن 1، خلي بالكم يا جماعه احنا لازم نيجي نشتغل في لوحه واحده. يعني ايه لوحه واحده؟ يعني البلان هي لوحه واحده، الفريم لوحه واحده، ما بقاش في فريم في حته وفريم في حته ثانيه. يعني مثلا ادي دخلنا المشروع اهو، ففي ديزاين، طبعا احنا هنشتغل هنا في ديزاين الورك سيت في الجنرال. الجنرال هنا هنخش هنلاقي كفر، المشروع ده ليه كفر؟ ملوش كفر اهو، ملوش كفر، لكن ليه فريم. ليه فريم، في كذا فريم موجود اهو، بس هو واحد بس اللي بيشتغل عليه، ادي ده الاساسي. طبعا واحد خد شرطه، واحد خد مش عارف بشله، واحد خد رقم واحد وبتاع، ده كله ما بيستعملهاش، احنا بنستعمل فايل واحد هو ده. طب وفي واحد تاني اسمه اي زيرو، كل ده لازم اروح جاي عامل كده مسحه. انا شغال طول ما انا شغال، طبعا انا عايز الحاجات دي عشان اوريكم ان هي بتلخم. طب اروح اعمله دريت، كل ده يتعمله دريت، يبقى انا عندي لوحتين بس هم اللي شغال عليهم. دي اللي هي العاديه اللي هتبقى اي 1 للمشروع اي 1، لكن ممكن يطلب منا حاجه غير اب نورمال، حاجه معينه بنعملها اي زيرو. طبعا ده حسب المشروع، لان في مشاريع اصلا في مشروع ممكن حجمه يطلب منا اي زيرو، تمام. الاو دي، طبعا الاو دي بالنسبه لكل قسم موجوده اهي، ادي الديسيبلين ابريفيشنز اهي. هنخش نلاقي المعماري، انشائي، بلا بلا بلا، كله كل قسم موجود اهو، وكل حاجه موجوده. طب الفولدر فاضي، طب يعني هو انت لازم يا جماعه نعرف ان انا عندي البروجكت دي هيت وبحطها زي ما هي، دي فاضيه. هنشوف حجمها دي دلوقتي، هتلاقي حجمها لا يذكر بالنسبه للسيرفر، دي ما جملتش ده 100 كيلو، يعني ما فيش، بس لازم تبقى ثابته زي ما، عشان ما نحطش كل شويه حضر فولدرات جوه فولدرات، تمام. هنرجع لمشروعنا الثاني بقى، دي ال دي خلاص خلاص، في الكونتراكت ديكومنت اهي، احنا قلنا البروجكت اهو، في ديزاين الورك سيت، في الجنرال درونز كونتراكت درونز السايت ده، لو الموقع عام ونحط له في السايت هنا، في كل حاجه اهو، كل شغل للسايت موجود. بعدين في البيلدنجز اهو، لان ده مبنى واحد، فالبيلدنج بتاعنا اهو. طيب هنيجي نخش على المعماري بتاعنا اهو، نخش على الفيز الاول. دي هنا اللوحات اللي هي ايه؟ دي اللوحات الموديل، ادي المعماري اهو. طبعا دي فيلا، فاحنا عاملين البلانات اهي، ادي بلان، نكبرها شويه بس. طبعا احنا ما بنبصش على الديتيلز، احنا بنبص على ايه؟ على الكونسيبت بتاعنا، هنشتغل ازاي. بص يا جماعه، هتلاقي ايه؟ ادي البلان الاول، الثاني، الثالث، الرابع، تمام. ادي الاول، لازم نتعود يا جماعه ان لو بشتغل كل فايل لبلان بحطه. هندسه معلش، ممكن سؤال؟ اتفضل. انت ازاي بتخلي انك توقف على الفايل دوت يظهر الصوره بتاعته على اليمين؟ على البريفيو، في تحت بريفيو اهو، او تحط في البريفيو ده، هنا في البريفيو اهو، بريفيو بينها، يبلغيها او بظهرها في البريفيو. شفتها؟ في فيو هنا اهي، في بريفيو بينها. تمام، هندسه اللي هي اللوحه دي، تمام. طيب انا فاتح الاولى اهو، لازم نعرف حاجه مهمه، لما اكون شغال كل بلان في لوحه لازم البيز بوينت بتاعتهم كلهم فوق بعض، بحيث لو فتحت اللوحات كلها الاقي المرصوصه كلها فوق بعضها، هي لوحه واحده. لكن لو في لوحه، لو ملف واحد فيه الحاجات كلها، بسيب مسافات ثابته ما بين البلانات عشان لما اجي اعمل كوبي من مكان لمكان تبقى موجوده. هنشوفها دلوقتي، بس لما نفتح الشيت. طيب ادي الاولى اهو، ادي الكومنتس، لو عندنا كومنتس معدود كومنتس اهي، الكوردينيت ده طبعا الكوردينيشن بتاع الارض اصلا، ادي البوينتس بتاعتها. فانا برسم الاوت لاين ده وبستعمله في المعماري. اللوحه دي بتبقى من واحد بالمتر، اللوحه دي بتبقى بالمتر، لان هي بتبقى ايه؟ بتبقى بالاكس والواي بتاع الموقع، وبعدين بسحبها اللوحه دي بتاعت الملي، فهي الاوتوكاد بيضرب السكيل واحده. ادي الدور ويندنج نمبر اهي، ادي الاليفيشنز بتاعت الموقع بتاعت المبنى، الاليفيشن 2، الليفلز، انا طبعا عامل الليفلز اللي بناخدها في اللوحه لوحدها عشان دي الاتريبيوت، دايما الاتريبيوت بتتقل اللوحه دي حاجه. الحاجه الثانيه، عشان في بلان
الانجينيرنج محتاجينه مش محتاجين الحاجات دي في كلها يعني، مش محتاج الدايمنشن، مش محتاج النمبر، مش محتاج الليفلز، دي حاجه مش محتاجها هو. لو احتاجها بيسحب الفايل يعني، مش هنقول ما محتاجها، ممكن محتاجها ساعات فيسحب الفايل بتاعه. ادي السلاب ايدج عشان يبقى مشترك بيني وبين المعماري، سوري بين المعماري والانشائي. طيب ادي البيز، وادي تليكومنيكيشن، ادي الاقسام كلها. انا بقى كمل تحت عشان عايز اوصل للمعماري بالاساسي بتاعي. ادي الاستراكشر اهو، درونج شيت ده الايه الابريفيشن اللون عليه. ادي الاس في الشيت نمبرنج، لما نعمل ادي الاس فور ستراكشر، وبعدين 001 جنرال 00 تبقى 001 002 في لوحات 01 ما فيش في بلانز. في بلانز اهي، ادي الاس 1 اهي في لوحات الكولومن داكسز بحطها هنا. طبعا المشروع عشان حجمه مش كبير قوي فتلاقي الحاجه كلها في لوحه واحده. تمام يا جماعه، مفيش فونديشن ولا في طبعا مش دي مش هعملها بايظ طبعا. فهنيجي لوحات الاس دهيت مثلا هتلاقي فيها المعلومات كلها بتاعت الانشاء. نفتحها كده نبص عليها. شوفوا يا جماعه لوحات انشاء عاديه جدا، وهتلاقي فيها حتى الاعمده مستعمله هنا ومستعمله في المعماري. تمام، والسلاب اتش موجوده هنا وهنا. هنشوف بس الاكسل في شكل حد ايه. طبعا ده طبعا باخد مشروع بشتغله في البيت، فانا بفك الحاجات فيه. الجريد مش موجوده هنا لان طبعا ايه بيتعمل لها ريباف. تاني المعماري بقى هيكون واضح اكتر. مش المعماري، انا اشتغلت في المعماري فانا الحاجات دي ببقى ايه بظبطها يعني. نفس الحكايه المعماري بقى 00 جنرال بلانز اليفيشنز سيكشنز، هي كل حاجه موجوده اهي. ادي بلانز اليفيشن سيكشنز، خش على ملف واحد بس شيتس موجود. طبعا ده المشروع اتعمل كده، ممكن نقسمه برضو. كل يا جماعه كل حاجه بيبقى ليها ايه ليها ظروفها. طبعا الفريم موجود اهو، الفريم نفسه ادي اكس ريف اهو. لو فتحنا الاكس ريف كده دلوقتي هنلاقي ايه، ادي الاولى اهو موجود. الكولمز طبعا مش موجوده لان الانشاء واخدها لوحده. ادي لوحه الدايمنشن لوحدها، ديزيجنيشنز اللي هي الرول نمبر والرول نمبر والحاجات دي كلها، الجريد لوحده، الليفلز لوحده، وهكذا. طبعا ده انا بحاول اخفف من حجم اللوحه. طبعا الداتا كلها موجوده هنا، ولكن التايتل هو موجود. او شفنا لو حركناه كده هنلاقيه اتريبيوت، بلوك اتريبيوت. في داتا المتغيره من فايل من شيت لشيت، لكن اي داتا ثابته بنخليها في ادي ال 100 بي. احنا سميناها هناك كنا بنسميها هناك ايه 01 و02، هنا سموها A وB. طبعا دي تسميات كلها احنا ملاحظين الفرق يا جماعه. انا عندي مبدا ان في اللي اوت ليه اسم والبارز بتاعته جزئيه منه. ادي 100 ادي 101 A وB. طب لو هم اكتر من كده هيتعمل 101 دوت 1 دوت 2 دوت 3 وبتحط في الكيبلاين بقى هنا. المفروض في كيبلاين في كيبلاين بيبقى الحكايه دي، بس هي وبي بس فمش فارقه قوي يعني. طيب نروح بقى على الموديل عشان نشوف بقى الحته اللي عايزين نتكلم فيها. اهو شايفين يا جماعه البلان والبلان الثاني مسافه محدده اللي هي كام؟ 80 متر اهي. طب انا بعملها كده ليه؟ لان لو عايز اخد حاجه كوبي من مكان لمكان، عايز انا مثلا ادي حرف المبنى اهو، فانا عايز اشوف حرف المبنى ده هنا. ارسم بولي لاين او اكس ريف هنا اكس لاين اهو، واشوف حرف المبنى ده هيجي فين تحت. في مقاس 30 يبقى ده حرف المبنى اهو. ده مش حرف المبنى اصلا، حرف المبنى اللي هو الازرق ده. هو ده
اهو. طب انا عايز اشوفه فين هنا، اروح واخده كوبي 80 وروح شايف حصل ايه، واكتب اكس لاين برضو تاني فيرتيكال بقى في الحته دي. انا عايز اشوف التقاطع ده فين، التقاطع الحته دي فين اهو كده. انا التقاطع ده عايزه فوق، عايزه فوق، ده حرف المبنى هنا اهو، عايز اشوفه مثلا فوق او تحت. تحت تفاصيل فين اهو، فين في الرامب اهو، الحرف الرامب اهو تمام، وادي يبقى فعلا حرف الرامب مظبوط، يبقى انا كده شغل مظبوط. طب الثاني اهو حرف المبنى فعلا في خد دايمنشن اهو، يبقى فعلا ده حرف المبنى موجود فعلا، ادي اهو موجود فعلا، يبقى ده البيزمنت فعلا الكورنر ده موجود اهو، وكل حاجه مظبوطه فيه تمام. انا امسح الخطين دول، اكس لاين دول برضو اللي هم مساعدين. كل حاجه بقى ابتدي اخدها من بلان لبلان، احركها فوق وتحت وطول ما انا ماشي، يبقى كده اسهل لي. طب لو مقسمهم يبقى لازم، لا ما ينفعش، ده لازم كل بلان جاي من الزيرو زيرو. ادي الزيرو زيرو بتاع المبنى هنا اهو، اللي ابتدى المشروع عامل الزيرو زيرو هنا اهو. طيب يبقى المكان ده في كل البلانات، المكان ده هنا برضه هتلاقي الزيرو زيرو هنا في لوحه ثانيه، هيبقى دي اسمها لما لو شفت احنا الاكس كده مكتوب عليها اول هنا، شوف الحديد هايلايت كده اول، لا هيبقى في هنا بي ال اكس بي ال 0 0 ادي اول واحد، بعدين 0 1 0 2 0 3. لو خدتهم كلهم في حته في فايل ثاني اكس ريف هيظهروا معايا كلهم تمام تمام. تمام كده يا جماعه لغايه هنا. طيب نرجع للحاجه بتاعتنا تاني اهو، كل حاجه شات. تمام كده يا جماعه، كده البروجكت نمبر والبروجكت في انواع كده، انواع الفايلات لازم يكون مدركين الشيتس كفايل بيتحط كلوحه اكس ريف، والشيت الشيتس اللي هو التايتل او البندل هي كرسمه حاجات اساسيه فيها اللي هي دي اهي، دي لوحه مرسومه في الموديل سبيس على الزيرو زيرو، والزيرو زيرو بتاعها هنا اهو، شايفين يا جماعه الزيرو زيرو فين اهو، نجيبها هنا عشان تبان في الاسود هنا عشان تبان اهو، لو سلكتها هتلاقي النقطه دي هي. فدايما كل حاجه تحت شمال هي النقطه دي بتاعتنا الاساسيه الزيرو زيرو بتاعها. هنعمل لها ام او مثلا كده من ام او، وهنا في مختلف هنقول له زيرو اهو، الفايل جه تمام، ولكن الداتا المتغيره موجوده كاتريبيوت في كل لوحه، وبعدين الريفيجنز موجوده في كل لوحه وهكذا. كده فرقنا يا جماعه ما بين الموديل، الشغل اللي في الموديل والشغل اللي في اللاي اوت. اللاي اوت بيتحط فيه الفريم بس، الفريم كفريم والتايتل ده الاساسيين، والريفيجن دي حاجات اساسيه موجوده. طيب في كات لاين موجود هنا، موجود هنا اهو في كات توست. طيب في هنا باين ايه، بصوا ده بيسين بارشال بس، فدي الحاجات دي كلها طبعا بتحط فين، في المو في, ال... في على اللاي اوت مش على الموديل. تمام كده يا جماعه. استاذ حضرتك بس ازاي حضرتك بتربط اسم اللاي اوت مع الفريم؟ ده قصدك ده؟ وهو تمام. تمام. ازاي لو حضرتك لو انا غيرت في الاسم هنا بيسمى في الفريم لوحده اوتوماتيك؟ لا معلش الجزء ده بقى في المحاضره المدفوعه. انا اي حد ماشي ربنا يكرمك ماشي. بص حد اشتغل ريفت؟ اللي اشتغل ريفت هيلاقي في حاجه اسمها تاج. الريفت شركه اودسك اشترته، فراحت واخده نفس الفكره بتاعت التاجز بس سميتها هنا فيلدز. فانا عايز يا جماعه مثلا التكست اهو، هكتب تكست هنا. تكست عادي جدا اهو. هنقول له دي دبليو جي نمبر. شويه يا جماعه اهو. خليها كي طيب.
تمام كده يا جماعه اهو هنعملها تكست عليه كمان، مش لازم ام تكست. هنعمل رايت كليك في انسرت فيلد. هنا بقى يعني دي قريبه بقى من الريفت شويه، يعني هي كفكر مش كشكل، يعني الديزاين بتاع الويندو دهوت مش هو هو، لكن كفكر هو هو. هنبتدي في كاتيجوريز الاول، هنشوف الفيلد كاتيجوريز ايه، في الداتا والتايمز واللينكد وفي الاوبجكتس، نجيب كذا واحده منهم، هنجيب اول، ناخد اول دي وبعدين ننزل على سيستم فاريبل. ده اسمه في البرمجه اسمه سي تاب، كرنت تاب. هندور على السي، ادي السي دي عدت سي سي اهي سي تاب اهي، راح جايب لي ايه ده الاكسبريشن بتاعنا، مش عايزينه دلوقتي، احنا عايزين في السي تاب هنا اهو، ده اللي هيظهر اهو. هنلاقي ده اللي هو نشغل بس ال راح فين عشان يبان، شغل الماوس اهو، شايفين يا جماعه اللي اوت ده هو اي ار داش 100 اي، هنا هنلاقي اي ار داش 100 اي. طب انا عايز لو انا لو حد كاتب هنا بالسمول وانا عايز اجيبها، اقول له الابر كيس اهم او اللور كيس، شوف الشكل هنا بيتغير ازاي، فيرست كابيتال تايتل كيس، طبعا هي عشان كلها حاجات صغيره فمش باينه، لكن لو اسمه فايل عادي هتلاقيه بيظهر الحاجات دي كلها فيه. تمام، هقول له اوكي، هاخد التاب بس هاخد ايه الابر كيس كله واقول له اوكي، او راح كاتب لي هنا طبعا دوس بره انتر عادي بره، هيظهر لي هنا. لو جيت اغير هنا، طب انا هغير هنا يا جماعه دلوقتي كده ونشوف حاجه كده، يعني عملناها اي اي ما ظهرتش، ما اتغيرتش، ما اتغيرتش ليه يا جماعه؟ حد عارف؟ دوس على شيت تاني وارجع تاني. نعم؟ دوس على شيت تاني وارجع تاني هتظهر. نعمل ريجنريت؟ حل تاني؟ اه ريجنريت، ريجنريت اه ايه هتظهر. تمام؟ شوف كلها ظهرت كابيتال ازاي وانا عامل تحت حاجات سمول. خدتوا بالكم؟ طيب انا عايز اقول له اعمل ريجنريت في بعض الوظائف الثانيه، فاقول له في تولز اوبشنز نشوف بس، احنا طبعا عملنا الموضوع فعايزين نكمله كله. راحت فين؟ اهي الفيلد اهي في قائمه في الاوبشنز معايا يا جماعه، اوبشنز يوزر بريفرنسز اخر حاجه تحت فيلدز ديسبلاي باك جراوند فور فيلد، دي لو شلتها هيلغي الباك جراوند اللي هي في حاجه ورا ماضي ورا اهي، فهيلغيها. في الفيلد ابديت بقى، بقول الاوتوكاد لما في الحالات دي اعمل ابديت اوتوماتيك زي الاوبن، لما تيجي تفتح اللوحه تقول له اوبن، لو شلتها لو فتح اللوحه مش هيعمل ابديت لل، يعني لو قفلت اللوحه فتحتها تاني مش هيعمل ابديت للفيلد. طب السيف لما جه سيف هيعملها ابديت، في البلوت لما يجي يطبع حتى لما تيجي تغير في الفيل نيم او في التاج نيم في اللي اوت نيم وهو مش ظاهر هنا في المعاد، لكن لما تيجي تطبع هتلاقيه معمول ابديت لان انا معلم صح هنا في ترانسميت طبعا والريجن حاله الريجن. تمام كده يا جماعه، دي تقريبا كده هي بتاعت هي بتاع الموضوع بتاع الفيلد. طب الحاجه الثانيه فيه، اه في حاجات طبعا كتير جدا، تيجي نبص على كام حاجه منهم. سيبنا السي تاب سيستم فاريبل اهو، طب نشوف حاجه ثانيه، انا عايز اجيب اسم الفايل. في ناس بتحب في بعض الشركات تقول لك ايه، احنا عايزين نكتب الفايل نيم هنا في الحته دي كده مثلا، او في سطر منهم اسمه الفايل نيم، فاروح داخل على الكاتيجوري اللي هي الدوكيمنت نفسه، انا عايز الدوكيمنت، ادي الفايل نيم اهو طلع معايا كله اهو، بس هنا بقى الاوبشنز موجوده في الفايل نيم اونلي وفي الفايل باث، ادي الفايل نيم اهو اللي هو الملف اللي معايا اهو اسمه اهو، هو هو الاسم اللي ظاهر عندي ده، ففي الباث اونلي وفي الباث اند فايل نيم. انا عايز الفايل اونلي بس في اكستنشن انا مش عايزه، اروح لاغي هنا اهو في الديسبلاي لغيته، راح ظهر بقى ادي 100 اهي زي بالظبط هنا 100. طبعا بقى الحاجات دي اوبشنز بخش فيها، ادي الفايل سايز حجم الفايل قد ايه، السبجكت بتاعه قد ايه، التايتل، طبعا دي حاجه اسمها دي دبليو جي بروبرتس، عارفينها يا جماعه البروبرتس بتاعت دي دبليو جي؟ هقولها دلوقتي لو حد يا جماعه لو عايز يعرفها يقول لي بس. اه عايزين نعرف هندسه، انت عايز تعرف مين اللي بيتكلم؟ باشمهندس عمرو عمر حاضر عمر، باشمهندس عمر
عينيا حاضر يا باشمهندس. بس على فكره انت هتبقى مدفوع ماشي. هتدفع للناس كلها. طب عينيا عينيا بس حاضر. الاوبجكتس مثلا انا بقى دي بقى لا خلينا نطلع بس بره كده عشان اوريكم حاجه من بره. هنا الاتريبيوت ده هو بلوك، هو بلوك ريفرنس صح؟ فانا عايز اجيب معلومات تبعه، عايز اعملها في الفيلد هنا ماشي. اعملها ازاي؟ هي الحته دي في الاوبجكت. اوبجكت دي بيجيب لي كل الاوبجكتس الموجوده في اللوحه هنا. بيقول لي ايه اوبجكت تايب، هنا مفيش حاجه، طب اعمل ايه؟ اقول له سيلكت. انا سيلكت ده تمام. كل ده بتاعته هيبقى تلاقوها، كل حاجه في البروبرتس هتلاقوها هنا في البروبرتس تلاقوها هنا. الويدث فاكتور اهو، يعني مثلا نيجي نشوف الايه الروتيشن بتاعها زيرو. الفاليو جنرال لاي اوت دي حاجه تلاقيها موجوده جوه موجوده. عايزين بقى الانسرشن بتاعته راحت فين؟ دايركشن بلوك اهو، اتريبيوت بلوك اهو ماشي. الروتيشن بتاعه الستايل تاج الفاليو الويدث فاكتور ماشي يا جماعه كده. طيب لحد كده تمام. طيب انا دلوقتي في دايما حاجه بتقابلنا في اللوحات، نطلع منها. دايما مكتوب في التايتل دايما كل الليفلز بالملي، كل المقاسات بالملي. طبعا هنا عايزها بالمتر اصلا الراجل، فالمقاسات دايما بتيجي بالملي والليفل بالمتر. على فكره ده مرسوم بالملي، وهو المسافه بتاعته بالملي اهي بالمتر، كل حاجه موجوده بالمتر هنا. لما نقيس المسافه دي هدي 2.2، لما نقيس المسافه من هنا لهنا كده هنلاقيها كام؟ 2200 اهي. شفتوا يا جماعه؟ طب هنا ازاي في ال في هنا يا جماعه الليفل لما بكتبه انا قايس بالملي، طب ازاي احوله اخليه اقول له احسبه لي بالمتر زي الديمنشن اللي قاله غير لي في اللوحه في اللوحات. فين يا جماعه اللوحه؟ او خليني هنا على طول عشان ما ايه تبقى سهله. هدي هعمل لاين هنا اهو اي تكست عادي اسميه ليفل. انا هعمل هنا كوبي ال 2000 ناخد الاثنين دول مع بعض كوبي. لو بس نحط دي في 00 عشان تبان هنا من هنا ل 00 كده هنحطها دي في 00 اهي. لما نيجي حتى نمسك الخط ده هنلاقي بدايته الستارت نمبر بتاعته الستارت بوينت بتاعته دي 000. نفتح ال اهو الستارت اكس ستارت واي دي كله 0 اهو. هاخده كوبي ماشي كده يا جماعه. نجيب بقى حكايه نجيب بقى الليفل بتاعنا ده هو هنا هنلاقيه في البيز في الليفلز الليفلز اهي. عايزين البلوك ده نستعمله هناك. انا بس تجاوب لوحه ثانيه عشان يبقى صغير بس كده وايه ظريف نعرف نتحكم فيه. هنعمل ريجن اهو كده هو في 00 وده احنا عاملين اوفست 2020 2200 بس ظاهر هنا كام؟
2.2. فكده عمل عمليه حسابيه جوه الفورمولا نفسها جوه الفيلد. نحسبها ازاي؟ نجيبها من الاول تاني. هنا في تكست اهو. في تكست اهو يا جماعه عايزين نعمله. هات البلوك ده، البلوك ده في الليفل تاني. هقول له البوزيشن بتاعه ادي اكس وواي وزي اهم. تمام، همسح الاكس والواي اخلي في الزي اللي هو الرقم راح فين. بسم لازم بس اللينس تفتح عشان ايه. انسيرت فيلد، نرجع تاني اوبجكتس، اوبجكت هات البلوك ده اللي موجود في الليفل ده، انا هحطه في البلوك على طول. خليها هنا دلوقتي، سوري، انسيرت فيلد اوبجكت، اوبجكت هات البلوك ده ولينا البوزيشن بتاعه. البوزيشن بتاعه اكس واي وزد. ادي هناخد الديسيمال، هو مش عايز يظهر لي كران. في حاجه مش مظبوطه. نعمل لون سرديد. طبعا انسرت فيلد ممكن نعمل في الاتريبيوت برضو. الاتريبيوت هنعمله، اتريبيوت هنعمله من تاني. انسرت فيلد اوبجكت، اوبجكت ده البلوك. اه مؤاخذه يا جماعه، اسف افتكرت احنا ما بنعملش الاكس، احنا بنعمل الواي لان الملف في الواي. ادي الديسيميل اهو، هنشيل الاكس خلي الواي. ادي 2200 اهو، مؤاخذه يا جماعه اسف. ماشي يا جماعه لحد كده تمام؟ طيب هروح واخد دي هعمل سيلكت على ايه؟ على الاكسبريشن ده. لازم اجيبه من العلامه 100% لغايه العلامه 100% ثانيه، واخدهم كوبي كنترول سي. مش هيجي رايت كليك هنا، اهي كوبي اهي، الله يجيبوها كويس. اروح طالع بقى على الفورمولا واروح حاطط هنا بيست كنترول في، طلع 2200 هضربها في 0.001 اقول له ايفالويت، راح جايب لي رقم ايه 2.2. هقول له اوكي، اوكي ادي 4 اهي، هعمل مسافه بس صغيره عشان تبان. اوكي اهي ظهر كده يا جماعه، الفكره اتعرفت كده. تعرفت ازاي يا جماعه؟ سهلة. طيب في الشات حد يكتب، لو حد لو مش ظاهرة مع حد حد يقول لي يا ريت. اهو كله تمام يا جماعة؟ تمام ما شاء الله. نشرحها تاني ولا كده تسهره؟ لو تحب نشرحها تاني نشرحها تاني، لان يعني الفورمولا دي تبقى يعني ايه عايزه تدريب.
بس ممكن عايزين نعملها تاني نعملها تاني. لو حد عايز يعملها تاني يبعت لي في الشات يقول لي انا تبعتها اعملها تاني. عبد الدايم جزاك الله خير. كله تمام نقفل. احنا في عندنا بقى يا جماعه احنا عايزين نكتب حاجه تانية دي دبليو جي بروبرتيز. عندنا تكست اهو تكست اهو فانا عايز اقول له اقرا التكست ده واكتبه هنا واكتبه هنا نفس لما غيره هنا هيتغير هنا ويتغير هنا. تتوقع ممكن نعملها ازاي؟ حد عنده حل؟ فيلد اوبجكت تكست فالي او كونتنت. تمام في تعديل؟ طيب هي فيلد برضه. لو كنت قلت فيلد بس كنت اسالك ازاي بس هي طلعت تاني فيلد برضه. هكتب يا جماعه دي دبليو جي بروبرتس اهي ده بيجيب لي البروبرتس بتاعت كل لوحه في الجنرال سامري ستاتس اهي ستاتستكس. حد هنا كده تمام. الكاستم اهي اللي عايزينها دي بحط داتا معينه في اللوحه بتتحفظ بحطها في اي مكان في اي كذا مكان لو انا حابب. فمثلا انا عندي اللوحه دي هقول له اد فبيقول لي الكاستم الكاستم نيم هقول له مثلا تايتل 1 دي عملتها فين؟ هوريكم دلوقتي كمان شويه. الفاليو بتاعتها ايه؟ اللي هو ماستر بلان بارت كذا بارت. بارت 1 اوكي. شوفوا انا ظاهر كده يا جماعه. لو عملت دبل كليك عليها دي هتتعدل بس. فانا عملت واحد اسمه بارت 1 هعمل واحد ثاني تايتل 1 يبقى تايتل 2 تايتل 2 بارت 2 اوكي تمام لحد كده يا جماعه. طب اللوحه اللي فاتت بقى لما قلنا في في احنا عندنا ثلاثه لي اوت اهو ده الماستر سي او ادي اهو كده 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 ادي الماستر بتاعنا ماستر وادي هنا بارت 1 فهمت لخبطة من هناك بس دلوقتي عشان ايه نبقى بس شايفين حاجة. بارت 2 ده اسم اللاي اوت ماشي يا جماعة. أنا عندي لوحة وفي اللاي اوت بتاعها اسمه بارت 1 بارت 2 الماستر لاي اوت أو الماستر هنسميه ماستر بلان ماشي يا جماعه. احنا في اللوحه بتاعتنا اللي هي الثانيه دي احنا كاتبين هنا تحت ادي الاي ار كاتبين جوه هنا جنرال لاي اوت ماستر ماستر بلان وبعدين هنا كاتبين جنرال لاي اوت بارت اي ماشي يا جماعه. انا عامل كام لاي اوت دلوقتي؟ كتير قوي. طيب انا قدمت اللوحات للمعمار للاستشاري او المالك مثلا فقال لي لا انا عايز مش عايز اسميها هنا بارت 1 وبارت بارت اي وبي انا عايز اسميها 1 و 2 فهعمل ايه؟ هي دي دبليو جي بقى بتاعت بتحل الحكايه دي كلها. اهي هقول له دي دبليو جي دي بارت 1 وبارت 2
حلو كده عملتها خلاص، اروح داخل هنا واروح واخد دي كلها هعملها فيلد يا جماعه مش كاتبين 31 32 اهي 31 32 اهي اهم هنا موجودين اهم دي بارت 1 اروح واخد فيها ايه 31 اهو بارت 1 وكلها اوبر كيس كلها اقول له اوكي امسح الوان ده هاجي بارت 2 هقول له انسيرت فيلد هقول له في الاول هلاقي التايتل هنا اهو تايتل 2 اهو وهقول له اوكي لحد كده تمام الماستر بيان طبعا ايه موجود كومنت جات لي من الاستشاري او من المالك قال لي انا مش عايز بارت 1 انا عايز بارت A وبارت B هنقول مثلا دي يا جماعه متكرره ادي 20 مره اهي طبعا دي كلها لي اوتس موجوده اللي هي زي اللوحه الثانيه اهي اللوحه دي في لي اوتس كتير هنا وهنا ادي 104 يعني خمس لوحات موجودين يعني كل شويه تقعد تعادل في اللي اوت او في كلمه البارت هنا بارت 1 بارت 2 تقعد تعادل فيهم في الكام ادي عندنا 5 في 3 و15 لوحه تمام طب وليه ما انا اروح داخل على الدي دبليو جي اهو اكتب دي دبليو جي بارت 1 وبارت 2 اخليها بارت A وبارت B تمام كده هقول له اوكي ما اتغيرتش هنعمل ايه هنعمل ريجن بقت بارت A وبارت B نيجي على اللوحه بتاعتنا بقى الرئيسيه دي انا عايز الراجل ده اخليها بارت A وبارت B في اللوحات كلها دلوقتي هنخش مثلا عليه لوحه فيهم هتلاقي مكتوب ايه الجراوند فلور لان كلمه جراوند فلور بلان دي جراوند فلور لي اوت متكرره في ثلاث لوحات اللي هي الماستر والاثنين بتوعها فانا عملتها تايتل ليه عشان لو قال لي مثلا ايه هي جراوند فلور بس من غير كلمه لي اوت مش هقعد اعدل في اللي اوت واعمل الماستر بلان نفس الحكايه اروح داخل مثلا على دي على البارت 1 او بارت A اروح كاتب دي دبليو جي بروبات اهي اروح قايل له ادور عليها بقى الكلمه اللي انا عاوزها اهي بارت A وبارت B خلي بارت A 1 بارت B 2 دي الملاحظه اللي جات لي من الاستشاري او جات لي من المالك مثلا يعني طبعا على فكره احنا ممكن انا اكون استشاري ديزاينر لاستشاري عام يعني في استشاري عام اللي واخد الموقع العام فانا استشاري مثلا بتاع معماري لمبنى او مبنيين من المشروع فانا استشاري بس هو استشاري تاني اعلى مني هو طلب قال لي لا عشان احنا المباني كلها بنعمل بارت 1 و 2 و 3 انت اعمل ايه وبي فانت خد انت كمان نفس السيستم وامشي بارت 1 بارت 2 راح قايل له اوكي نفس الحكايه هنا بارت 1 هعمل ايه هعمل ريجن اللوحات كلها اتغيرت بارت 1 بارت 2 تيجي نشوف حاجه ثانيه ادي ايه اهي رجع برضو 1 بارت 1 اي واحد فيهم هتلاقيه هتلاقيه بارت 1 او بارت 2 ايا كان بقى بارت بي هديت ايه هديت بارت 2 اهي وصل كده يا جماعه فهمتوا الكونسيبت بتاعه طبعا انا ممكن احط قد ايه ممكن احط الحاجات اللي انا عاملها دي دبليو جي اهو شوف انا عامل كام حاجه تايتل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهو هلاقي كل واحده فيهم ادي الجراوند فلور بيزمنت الجنرال لاي اوت بيزمنت الجراوند فيرست انكس الماستر بلان اقول له هاي انسبت فيلد اوبجكت اوبجكت اختار التكست ده انتنت ماستر بلان اهو اقول له اوكي عملت ماستر بلان برضو اجي هنا مثلا اغيرها ماستر لي اوت هي اتعملت ريجن ماستر لي اوت تمام كده يا جماعه واضحه كده بتاعتي اي استفسار في النقطه بتاعت الفيلد وبتاعت الدي دبليو جي بروبرتس نجيب الشات في ثلاثة تمام كله تمام طيب في حد عنده استفسار يا جماعة؟ دي دبليو جي مشروع مفروع دلوقتي دبليو جي بروبرتس تمام
الفيلد تمام. تمام طيب شو النقطة اللي بعدها؟ احنا وقفنا هنا. بدينا نرجع لوحدنا نشوف الدي دبليو جي اللي اوت بتاعتنا بالمره. عايزين نشوف حاجه في الايه في اللايرز. نكبر دي بقى كده شويه عشان ايه هنا عملتها عامل الاركتكتشر لايرز بنزل اللايرز كلها دلوقتي. قبل اللايرز كلها يا جماعه اكسس تويلت اليفيشن اكسس تويلت ايديم ايدنتيفيكيشن تعريف. هنعدي على ده كله دلوقتي. نخش بس على الديسكريبشن الاول. طبعا كل حاجه بيتكتب فيها تويلت اكسسوارز اليفيشنز وهكذا تمام. فانا الحاجات دي كلها بعملها في المنظر ده. طيب في حاجات تانية ممكن نعملها؟ الاون معروفة والفريز واللوك والكلر واللاين. طيب لحد كده هنا يا جماعة معروف تمام؟ لحد هنا معروف تمام. هنيجي بقى من الجزء اللي هو ايه؟ اللي بعد كده اللاين ويت. اللاين ويت ده لما ندوس عليه كده بيعمل في كام لاير عندي هم ديفولت. طبعا دول غير مقبول طبعا. وبعد كده الثيكنس بتاعنا اهو 0.00 ده اللي هو انا بلوتها. ده نو بلوت انفورميشن الحاجات اللي مش عايز تطبع. انوتيشن مش عايز تطبع حاجات مكتوبه بس في اللوحه بس ما تطبعش. ريفيجن نون بلوت برضو التويلت ايفيشن اهو 0.05 اكسسوارز انا عايزها بطيئه ضعيفه جدا فبعملها كده. ما تاني ماشي 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 بلاقي كل حاجه ايه الخط عمال يزداد. سماكه اهو سماكه سماكه يزداد 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 لغايه لما نوصل ل 0.3 اهو 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 وفي 1 ملي اللي هو ايه البي ان. البي ان ده هي ايه؟ elevation section and detail line. طيب في التعامل مع اللايرز في جزئين مهمين. لما اخش كده على فيو بورت مثلا عشان تبان الحكام اكتر. في ده اسمه ده ليست انا عامله اسمه ال اي دي اللي هي اللايرز ديسكريبشن. ده بيجيب لي بيعمل ايه؟ بيعمل لاير كل لاير بيرسم فيه خط بتاعه ويجيب لي اسم اللاير في نقطتين في بعض وبين الديسكريبشن بتاعه. طبعا زيرو ما فيهوش ديسكريبشن فمش مهم. وبعدين برتبهم الفابيتك اي بي سي تمام كده يا جماعه؟ طيب ده في نقطه هنا في اللاي اوت. اولا القفل اللي تحت هنا اهو ده بيقفل عشان ما يتغيرش السكريبت بتاعها. يبقى كده لما اجي اكبر واصغر شايفين يا جماعه بيصغر ازاي بيكبر معايا الشكل. طب انا عايز اثبته. طب ظبطت مثلا السكريبت بتاعه حاجه معينه هي 1 ل 50 مثلا عايزين اصغر 1 ل 10 5 1 ل 1 تمام تمام. مش عايز اثبته بقى انا عايز مش كل شويه اتحرك. لو حاطط القفل ده بتاعي اهو 1 ل 10 الاول او حتى السكيل مش عايز يتغير 1 ل 1 اهو بروح اقفل كده. بص لما اجي انا جوه الجول في بورت اهو لما اجي اغير واكبر هتلاقي كله بيظهر تمام. طيب في برضو نسبه عندي تاني اسمه فيو بورت لوك.
ده بيعمل لوك للفيو بورتس كلها اهو كده. نجربه. هنفتح ده نكتب في دي ال في بورد لوك قفل الفيو تمام. هرفع لكم الزبون دول حاضر في الجروب. طيب انا عمال اعمل اهو. طيب انا عايز مؤاخذه يا جماعه انا عايز ادمي في بورد اهو واخوه جنبه. انا عايز لو ليرز تطفي من هنا وتظهر في الفيو بورد الثاني فاعملها ازاي؟ اهي يا جماعه هنا لما نفتح ده اللي هو الليرز دي في اللي هي اللمبه والشمس وده هو ده بقى هو ده اللي بيقفل ويفتح. فاحنا عايزين اللي هو الاتش ستوريت اليفيشن ده هنقفله في الفيو بورد ده. انا هقفله هنا اهو وده اهو. شايفين يا جماعه اتقفل هنا ازاي؟ طيب اللي بعده انه بقى هنقفلهم في الفيو بورد ده. هنفتح هنا ونعمل في الانو انوتيشن هنقفل ده وده وده اهو. مجموعه الانوتيشن اتقفل اهو اتقفل. خدتوا بالكم يا جماعه بيحصل ايه؟ وده دي واضحه دي واضحه كده يا جماعه؟ واضحه. انا جوه الفيو بورت برضو عايز اغير اللون اهو نفس الحكايه برضو. هتلاقوا يا جماعه دي اكتف دلوقتي بعد فين دي بقت اكتف اهي اللي هي لانه احنا قفلناهم في اللوحه دي في الفيو بورت ده وبعدين الفيو بورت الثاني ادي لو حاطط الانو مقفوله اهي لو خدنا على الفيو بورد الثاني هتلاقي كده. طيب هنا بقى الفيو بورد كلر هنا اللونين هتلاقيهم الاثنين متشابهين. يعني لو خدنا بعد فين اللي تعالى يا لير بتاعت اللير اهي لو شفنا الاثنين عشان اللير اهو نقفل دي اهي. لو عملنا كده هنلاقي الاثنين متساويين اللي هي الكرر العالي ده والفي بورت يعني اول واحد مثلا 35 وبعدين يرد 35 تاني. لو دخلنا كده على الفي بورت كرر اهو الفي بورت كرر هو نفس 35 رد 35. طيب لو انا عايز حاجه تظهر في الفي بورت بلون وفي الموديل بلون تاني بغير الرقم هنا يعني مثلا ده هنغيره نخليه يلو اهو. اوكي شفتوا اتغير ازاي هنا؟ غيره ازاي؟ وده برضو يلو برضو يلو. التلاتة لير دول في الفيو بورت ده بس ظاهرين باللون ده لكن في الفيو بورت التاني اللي هنا هتيجي نفتح ده ونشوفه اهو هنفتحه اهو ده وده وده اهم. ملاحظين الفرق؟ هنا بلون وهنا بلون تاني ليه؟ لان انا غيرت الفيو بورد كلر. هنيجي هنا اهو بص هتلاقيهم مختلفين كلهم اصفر. فده ما تلخبطكوش لما تيجي لوحه تلاقي في الموديل في لون والفيو بورد في الفيو بورد لون تاني ما تلخبطكوش. هي هنا طب في الطباعه هيحصل ايه؟ الطباعه ملوش دعوه. طباعه هيجي يقول لك ايه؟ اما يجي يطبع هيسال اللاير يا عم لاير انت اللاين ويت عندك ايه؟ قلت له استنى ما اسالك كده يا عم لاير انت التويلت ده بتاعك عنده كام؟ اهو بوينت 05 هيروح طبعه بالبوينت 05 ملوش دعوه بالالوان خالص. ده لو انطبع على الايه؟ ديبينز اون رينج. نجيبها ازاي؟ نفتح البرنت اهي طبعا ده مثلا اهو هنفتح سي تي بي اهو بتاعنا هنقول له يوز اوبجكت لاين ويت وكل الالوان همسك اعلم الالوان كلها قد ايه؟ اعلم اول لون واروح على اخر لون اهي اقول له كله يوز اوبجكت لاين ويت
عشان كله يجي بالثيكنس اللي موجود فين اللاين ويب دوت اللي موجود فين في اللي اوت هنا في اللايرز هنا. تمام كده يا جماعه؟ طبعا الكنسل بس عشان كل حاجه محفوظه في حاجات معينه سيستم معين. تمام يا جماعه نفتح الشات كده نشوف حاجه. اه في خمس رسائل بعدش كد والله الساعه 9:30. طيب ناخد ربع ساعه كمان ونقعد نقفل يا جماعه. اللي عايز يكمل انا جاهز انا بكمل. فلكن انا معدنا 9:30 لو عايزين نزود شويه احنا انا مستعد. فلو حد عايز يكمل يقول لي انا مكمل. مش عاوز انا بس فاضل لي 5 دقايق بس هنقول حاجه ثانيه صغيره في البلوج نيمينج وخلاص. والمفتاح بس قولي عشان ايه قولي الشات رايكم عشان ايه نكمل. ارسلنا اللاين. ولو حد عنده ظروف ولا حاجه اليوتيوب موجود والتسجيل موجود ولو عايز يسالنا اي حاجه انا موجود في معاكم يعني. ماشي ربنا يكرمك جزاكم الله خير. انور يا معلم جزاك الله خير يا باشمهندس وانا عيني حاضر. ايه عبدي الدايم عبد الرزاق يوسف جزاك الله خير عم عبد الدايم وربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله. ميسون صافي حاضر جزاك الله خير جزانا وياكم يا جماعه. طيب لو حد عايز يستاذن اتفضل واحنا اسفين جدا على التاخير والمحاضره موجوده يعني. جزاك الله خير شكرا جزيلا يا شيخ نداء رزق اخ محمد جزاك الله خير. طيب نكمل احنا وقفنا عند الانوتيشن تكست. طيب هنطول مش هنطول برضه احنا هنبقى عاملين ايه حاجات صغيره كده برضه نتكلم فيها. انا لما باجي اشتغل في التكست طبعا هو الداتا الموجود في اللوحه. التكست فيه شقين. شق التكست نفسه الفونت اللي بنستعمله والسايز بتاعه. لما اجي اعمل تكست في الاوتوكاد ماشي يا جماعه ادي التكست عايز اعمل تكست في الاوتوكاد اهو بخلي الهايت زيرو. ليه؟ عشان لما اغير هايت في اي حته ثانيه يقبل معايا، لكن لو ثبت الهايت هنا ايا كان ثابت معايا في كل اللوحه بقى. لكن انا عايزه ثابت عايزه متغير فخليه زيرو. وده من خلال انوتيشن هتلاقي اهو الانوتيشن ايه اهو انوتيشن ده البيبر تكست هايت اخليه زيرو. الويت فاكتور بخليه واحد بسيبه زي ما هو واحد. تمام كده يا جماعه؟ طيب فانا كده ليه بعمل الحكايه دي؟ عشان انا عندي دايما عامة في 3 تكست هايت. اللوحة عندنا دايما فيها ايه؟ فيها 3. في الداتا العادية وفي الهيد وفي تايتل. الانوتيشن تكست هعمل نوعين، فين عندي خطين؟ لازم يا جماعة التوحيد يونيفاينج ماشي كل تكست اللي في اللوحة هي حاجة واحدة. لو حبيت أغير بغير حاجة تانية بتكون في تايتل مثلا. لكن اللوحه افضل حاجه هو نوع خط واحد في اللوحه كلها. انت بتعمل 50 نوع. ما انا ممكن اعمل يا جماعه لكل فونت اعمله تايب الستايل لوحده. مش خلاص انا مش خسران حاجه ولا الجهاز فيه حاجه ولا هيستحمل ولا مش هيتاثر في اي حاجه. ولكن العين نفسها لما بتيجي تقرا بتقرا الشكل العام الاول. فلازم لما اجي اعملهم ايه؟ كلهم حاجه واحده. فانا عندي يا اما عربي يا اما انجليزي بس خلاص. التكست عندي 2 يا عربي يا انجليزي خلص الموضوع على كده. طبعا بسميه باسم المكتب ده حسن طبعا عشان ده جنرال بتاعنا. فانا طبعا انت بتسميه باسم المكتب اللي انت فيه. ادي الفونت المستخدم اكس عرب اليوسج ايه؟ فور نورمال عربي تكست.
طيب في الدايمنشن التكست بيبقى التكست نفسه في العربي بالذات بيبقى عريض، فانا هعمل الويدث فاكتور بتاعه كام؟ 0.8 لما اجي احطه في الدايمنشن. لكن ده هو ده هو بس هتلاقي الفونت هو هو وكل حاجه هي هي جوه هتلاقي هي هي، ولكن لما اجي في الويدث فاكتور بحضر بخليها 0.8 في الدايمنشن بس عشان يظهر، عشان لما ارسم الدايمنشن كذا بعضه الكونتينوس ما يدخلش في بعض. تمام. هنا بقى عشان التايتل عايز خط سخين شويه اللي هو اسمه جديد، فرحت اعمله ايه؟ Arabic T for title اللي هو في الباندا، فعملت الحته دي اللي هو تايتل Arabic text. تمام. الانجليزي هم نفس الثلاثه، احطهم هم واحد انجليزي عادي، واحد في الدايمنشن. بس طبعا ده هنا واحد ليه؟ لان الخط ده اصلا هو صغير، هو عرضه صغير فمش محتاج ان انا اصغرك. لكن مثلا واحد حابب يستعمل اريال، لا اريال عريض لا يصغره عشان يجي معاه كويس. ماشي يا جماعه. التي في التايتل اهو خد اللي هو البلاك عشان يبقى تخين شويه وسميك شويه. دي كده التكست انوتيشن. عارفين الانوتيشن؟ نفتح الشات كده. حاضر. زمان كان في مشكله بتقابلنا في الاوتوكاد جامد جدا، اللي هي ايه؟ لما اجي اعمل سكيل، انا عندي لوحه زي مثلا المشروع بتاعي ده، بس ممكن استاذنكم دقيقه واحده. فاحنا بنقول ايه؟ زمان لما كنا نرسم اللوحه انا عندي 2 متر بسكيل 1 ل 200 زي ده كده. حاضر. واحد ل 50 ده حسب طلب الاستشاري، يعني المكتب استشاري او مصمم واخد من استشاري، ده المشروع خارج بره فكان داخل استشاري من استشاري، فهو طلبوا ان احنا ممكن نقدم لك 1 ل 100، لا انا عايز واخد 50 خلاص. ماشي حاضر. فكده كل حاجه هتيجي مرتين، يعني الروم نمبر ده مثلا هيبقى 2، ليفل هيبقى 2، الدايمنشن هيبقى 2، البوتيل ده الرقم ده هيبقى 2، كل حاجه هتبقى 2. طب ده مشكله دي في الحاجه، هتقعد بقى كل شويه لا ده انا كده ده انتحار. وذكر هتقول لك ايه بقى؟ قال لك هنعمل لك حاجه اسمها انوتيشن. ايه الانوتيشن؟ قال لك ان مع تغيير اللي في الفيو بورت هيتغير لك في السكيل الحاجات اللي انت عاوزها، اذا كان بلوك، اذا كان ليدر، اذا كان هتغير. بس انت حدود الاول انك هتعمله عايزه انوتيشن اول. فانا بقول له حاضر. فانا لما اجي اعمل التكست الجديد هتلاقي العلامه اللي هي المثلث دي بتاعت المتسوبيشي دي بتيجي ازاي؟ بتيجي هنا في علامه الصح دي، هنشوف كده اتشالت، هيتشال من هنا لايه؟ صح. حط المتسوبيشي هنا. ده بيعمل ايه؟ بيقول لي لما تيجي تغير الفيو بورت سكيل هيقرا معاك الفيو بورت الجديد. طب نجرب؟ نجرب. شوفوا دي حجمها قد ايه كبير ازاي؟ دخل على كله دخل على بعضه ازاي؟ وهنا كله دخل على بعضه ازاي؟ وهتلاقوا بصوا لاحظوا حجم الفونت هنا. تيجي نقيسه ديستنس اهو. ربعمية. هي البيدروم دي ب400 تمام؟ ديستانس برضو هديها كام؟ كبرت اكتر بقت 500 بيدروم اهي 400 برضو. طب من جوه طيب معايا. طب قال لك هتعملها ازاي؟ قال لك هتيجي تاخد تكست
اهو نمسح ده كله اهو في التكست ده هنعمله انوتيشن. اعمل الستاندرد الستاندرد ده تعمله ايه انوتيشن وده زيرو زي ما هو ونقول له التكست هايت هنا كام المهم 2.2 هيظهر هنا بقى حاجه جديده هو عشان مش معمول انوتيشن اول فهنعمله هنا انوتيشن هناخد التكست ده كله كده نقول خش على التكست واعمله انوتيشن يس تمام نذكركم بس يا الإخوة بنية تعلم العلم وجزاكم الله خير بنية توصيل لأن من تعلم علما وده العلم تعليم العلم هو زكاة زكاة العلم زكاة التعلم والتعليم جزاكم الله خير. احنا كنا بنتكلم على النوتيشن. النوتيشن هو ايه؟ هو كان في مشكله بتقابلنا زمان اللي هي لما نيجي نعمل كذا سكيل في اللوحه الواحده فلازم نعمل الداتا مره واثنين وثلاثه بتتكتب عندنا داتا مره واثنين وثلاثه فده بيعمل هيد جامد جدا مسؤوليه جامده جدا في واحد منهم ما ظهرش واحد منهم ما كتبش واحد منهم ما اتغيرش فتبقى الداتا مش موجوده. طيب هنعمل ايه؟ الديسك الاثنين ناخدها يا جماعه حاجه اسمها نوتيشن اهي دي بتكبر وتصغر مع الفيو بورت سكيل. بنعملها ازاي؟ لما نيجي نعمل التكست هنعمل انوتيشن اهو انوتيتي في تكست بنعمل التشيك بوكس ده بيظهر العدد الصائب عدد المتسوبيشي شلنا العدد الصح نلاقي مش اختفت نرجع تاني نحطها نلاقيها ظهرت تاني هنقول له تمام التكست كله دهوت هتلاقيه انوتيشن انوتيتي سكيب الواحد تلاقي البيبر تكست هاي تمام يا جماعه. طيب لما نحب نغير بقى نعمل انديشن جديد ندوس تحت اهي في علامه الماتسويشي وجنب انتوا كده عفر عندي افتحه تاني يا ريت يا جماعه لو انا فيسبوك ولا حاجه اتكلمت عليه وما حطوش يا ريت تفكروني بيه انا بس هنا اللي هو ال ال دي بتاع اللي اوت هنستنى بس الاول نغير في التكست هنخليها نيتيف ابلاي كلوز وهنا على النيتيف واحد واحد واحنا عاملينه اهو انوتيتيف عادي ال ال دي نعمل التكست ده هنحوله لـ Annotative اهو من هنا الموديل تكست هايت بوينت برضه زي بعض. طب انا عايز اعمل فيه ننزل تحت شويه كده في سهم صغير بس عليه تحت كده هنلاقي كاستم نحطه ده بيجيب لنا السكيلز الموجوده كلها السكيلز الموجوده في اللوحه كلها موجوده لوحه جديده
هنست لانوتيتف. تمام كده لحد هنا كده تمام. بنعمل تكست انوتيتف اهو عمل هو مفيش صوت دلوقتي يا باشمهندس. هل حضرتك سامعني؟ نعم. مفيش صوت حاليا، مفيش صوت. سامع. الصوت سامعني كده؟ ايوه تمام كده يا باشمهندس. سامعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تمام كده الصوت؟ تمام. طيب احنا اللي عملناه قلنا الانوتيتيف هو بيعمل عملية سكيلينج للكتابات او الانوتيتيف كله، زي الليدر، زي الدايمنشن ستايل، زي الدايمنشنز كلها، زي التكست ستايل، التكست كله. فالستايل اللي انا معلمه بقول له انوتيتيف بيعمل معاه انوتيتيف. ففي ممكن استعمل في اللوحة نوعين؟ اه ممكن استعمل نوعين في اللوحة، واحد انوتيتيف واحد غير انوتيتيف. تمام. طب الانوتيتيف الغير انوتيتيف ده هنستعمله بنستعمله ساعات في بعض البلوكات، لان البلوك لو فيه تكست جوه انوتيتيف وجيت تكبر فالتكبير الانوتيتيف بتاع البلوك هيبقى دبل، مره للتكست لوحده ومره للبلوك. فتلاقي التكست مثلا المفروض يضرب 1:100 هتلاقيه معمول 1:200، فبنلغي الانوتيتيف بتاعته. هنعملها دلوقتي. طيب عايز اعمل انوتيتيف جديد، في انوتيشن عايز اعمله جديد اقول له كاستم. طبعا انا شفتهم كلهم دلوقتي. اهو هو اد السكيل عادي جدا، 1:100 مثلا، 1:50. احنا قلنا واحد دي 1:1، هنقلها 1:5 عشان تبقى مظبوطه. هتبقى هي 1 والدروينج يونت 5. اوكي اوكي طيب غيرنا السكيل، تعمل حاجه في التكست ما تغيرش. ليه؟ لان هو اصلا واخد سكيل 1:1 بس، فلما يجي 1:1 ولما تحول انت لسكيل 1:5 ما يظهرش معانا. طب في هنا نقطه معينه كمان، انا لو عايز حاجات اللي واخده السكيل ده بس هعمل ايه؟ هنا هنلاقي الميتسوبيشي فيها علامتين، واحده عليها اللمبه وواحده من غير اللمبه. اللي على اللمبه دي تدوس عليها كده شوف يحصل ايه، اختفوا. اما فيها يعني هنا بيقول لي ما تظهرش غير الحاجات اللي واخده 1:5 بس، ما تظهرش الحاجات غير الحاجات اللي واخده 1:5. فكده التكست كله ما خدش 1:5 لسه، فكله اختفى. طب لو نورت هتلاقيه بظهر. نور يا حاج اهو، نور ظهر. طب انا عايز اديله دهوت النوتيشن جديد. في طريقتين، اللي هو 1:5 ده في طريقتين، يا اما اعمل سيلكت عليه، هناخد شويه بس كده منهم، واقول له سيلكت تعالى على التكست اهي، في الانوتيتيف اهو في سكيل اهو 1:1، هدوس عليها هيظهر لي الثلاث نقط هنا، هدوس عليهم هيظهر لي هنا، هقول له اد دي. هنا في سكيل عندي 1:5 بس، هقول له اوكي. عايز اسيب 1:1 ولا عايز الغيها؟ عايز الغيها، هقول له ديليت. فكده بقى التكست ده بس فيه 1:5. ده مثلا اللي هو زي ايه؟ زي كلام عايز اظهره في اللي اوت العام ومش عايز اظهره في الموديل، في البارتس الموجوده في الاجزاء. وفي حاجات عايز اظهرها في الاجزاء مش عايز اظهرها في العام، زي الدايمنشن. انا عايز الغي في واحد مثلا، انا عندي سكيل 1:5 وبعدين في اجزاء 1:100، 1:500 ده لو ظهرت الدايمنشن هتبقى اللوحه سوداء مش هيظهر اي حاجه خاص فيها. فانا هقول له اجي على الدايمنشن واقول له خليك 1:100 بس والغي الحاجات الثانيه كلها، فهعمل لها ديليت من هنا. طب ده مش هتعمله ديليت ليه؟ لان هو لازم في انوتيشن موجود واحد على الاقل. هقول له اوكي اهو، شوف كبروا ازاي. طيب اللطافات دي دول بس اللي ظهرهم، والباقي ده اتمسح، والباقي واللي تحت دول عشان ما خدوش انوتيشن اصلا. اهو بص ما فيهمش انوتيشن، لكن اللي فيهم انوتيشن هنا اختفوا، لان انا طفيت اللمبه دي. طب هننورها تاني اهو، ظهروا لي كلهم. تمام كده؟
انا عايز اخلي كل اللوحه تاخد انوتيشن مره واحده. هروح اعمل كنترول او عشان انا اللي عامله دلوقتي ان انا هخلي التكست كله انوتيشن كله هذا الانوتيشن اهو. تمام كده متفقين؟ طب انا عايز اعمل سكيل جديد اللي هو مثلا سكيل واحد ل واحد لاثنين مثلا واحد لعشرين عشان يبقى الفرق كبير قوي باين. ادي هنا واحد وهنا عشرين واقول له اوكي. انا دلوقتي عايز بقى البلان كله ياخد واحد لعشرين. انا عندي البلان كله اهو تمام، عايز اعمله كله واحد لعشرين. اروح في لمبه ثانيه اللي هي ما تسيبش الثانيه اهي، اروح اعمل عليها منوره. هتلاقي حتى علامه الايه بعيد شويه، هتلاقي عليها علامه في علامه ظهرت اهي صفرة برضه، صفرت شلتها بقت رجعت رمادي، دوست رجعت اصفر تاني. تمام دي بحطها، دي معناها ايه؟ بقول له السكيل اللي هاخده جديد خد كل الاوبجكتس الانوتيشن في اللوحه اديها سيستم، اديها السكيل الجديد. نجرب ناخد 21. شفتوا يا جماعه اللوحات كلها عملت ازاي؟ كله كبر، كله ضخم، فضخم مره واحده هنا عشان ده عشان دي. ارجع كل واحد لواحد تاني اهو، رجع كل واحد لواحد تاني. طيب هدفه دي وقول له واحد لخمسه بس. شفتوا يا جماعه عملت ازاي؟ كبر كل حاجه كبرت اهي، بس ده ما كبرش ليه؟ مع النوتيشن بس عشان احنا ده لسه واحد لواحد بس، ده واخد واحد. هنيجي يعني نشوف هنا النوتيشن اهو، النوتيشن سكيل هنقول ايه؟ ادي واخد واحد لواحد العاديه، واحد لخمسه واحد لعشرين. المفروض ما يكونش واحد لخمسه او مش واخدها اصلا. احنا فاتحين على واحد لخمسه اصلا. ماشي يا جماعه، الفكره دي كده بقى. نعمل واحد جديد، واحد ل 100، واحد الى 100، كبر 100، نقول له اوكي، نقول له اوكي، انور دي برضو واقول له خلي كلهم ياخدوا واحد ل 100، كله خد واحد ل 100. بصوا بقى كله نور ازاي. ماشي كده يا جماعه. فاحنا في طريقتين، ان احنا يا اما ندي للبلان كله سكيل من هنا الانتشن بتاعه من هنا، او نحدد جزء من محدد من الحاجات ونغير من هنا نمسح او نضيف. انا معلش طولت عليكم في اللي عنده باقه او حاجه زي كده، فانا اسف جدا طولت عليكم. طيب كده تمام، الانوتيشن واضحه واللايرز واضحه. تدخل خطوط ايه؟ زي اللي انا عاملها دلوقتي كده، زي اللي ظهر عندي كده، كله داخل في بعضه. لان ده انا مش مظبط البلان. انا لو مظبط البلان وكل التكست عامل حسابي انه هيبقى كبير عبيد عن بعضه، يعني مثلا انا لو عملت سكيل، لو غيرت مثلا حاجه هرجع واحد ل 100، واحد لواحد سوري، عشان يبقى كل حاجه صغيره اهو. كده واحد لواحد، نطول واحد لخمسه اهو، كده واحد لخمسه تمام. اروح واخد مثلا ده، اروح محرق. انا عارف ان ده هيكبر كبير، اروح اعمل له موف اهو. انا لما باجي ارسم البلان بتاعي ببقى داخل على انا لما باجي ارسم بشتغل على السكيل اللي انا شغال عليه عشان ابقى عارف انا بعمل ايه، عشان كل حاجه تبقى واضحه قدامي. تمام اهو، ده وده انت تلمحهم هنا اهو. شوف دول عاملين ازاي بعاد ازاي عن بعض. طب لما اغير السكيل بتاعهم واحد ل 100 اهو، شوف ظهروا ازاي. فدي بتبقى تظبيط من عندنا لما باجي اشتغل. فانا اللوحه دي عايز اشتغل واحد ل 100، هشتغل واحد ل 100. طب انا شغال الديتيل واحد لخمسه، اروح واقف على واحد لخمسه وابتدي اشتغل عشان العلاقات ما بين الخطوط خصوصا في الديتيلز تبقى واحده وثابته والمسافات مظبوطه. تمام كده؟ اه بينطبق على البلوكات طبعا، بس في نقطه في البلوك لازم نخلي بالنا منها اللي هي ايه؟
تعالوا نفتح البلان تاني عشان نشوفه بس البلان الرئيسي بتاعنا لان فيها في بلوكات جاهزه. التكست جوه اللوحه اخلي بالي منه ازاي احول البلوك اصلا للانوتيتيف بلوك، وانا جواه هعمل بلوك اديت اهو. هنجيب مثلا ده، احنا في الموديل هنا في اللاي اوت، اللاي اوت بقى واحد لواحد كله ما بيتغيرش ماشي. نخش على الموديل طبعا انتم عايزين الموديل ما فيهوش اي حاجه غير كله اكسرفات تقريبا، كله اكسرفات تقريبا يعني صعب جدا انك تلاقي كتابات يعني كله. بص كله اكسترنال اهو اكسرف، هو اكس واكس ال واحد بس. هنفتح مثلا ايه الليفلز عشان هي صغيره كده شويه بسيطه. شيل الاكسرفات دي كلها. طيب خلينا كده ده انوتيشن انوتيشن اهو، هنلاقي انوتيتف بلوك اهو تمام كده. نعمله بلوك اديت اوكي. استقفل بس الشات عشان اعمل بس اشتغل. بص يا جماعه نعمل سيلكت الاتريبيوت اهو، هنلاقي الاتريبيوت ايه بلغي منه والانوتيتيف. هنسيب واحد، هنسيب واحد، هنخلي ده نعمله يس في انوتيتيف، والله ده هنسيبه نو متفقين عشان نشوف تاثيره هيعمل ايه بره. طيب نرجع نقطه ورا، البلوك ده عايز اعمله انوتيتيف الاول. اروح نازل تحت كده هلاقي ايه، انا يعني مش ماسك اي بلوكات، مش ماسك اي حاجه، بدوس اسكيب كذا مره عشان ايه اتاكد ان مش ماسك اي اوبجكت، وابقى انا ماسك في في البروبرتيز بتاعت البلوك نفسه. مكتوب هنا نو سيلكشن اهو، يعني انا شغال على البروبرتيز بتاعت الايه بتاعت البلوك نفسه. في انوتيتيف هنا يبقى ليها ايه يس، لو عملتها نو يبقى البلوك ده مش هيبقى انوتيتيف، فانا بخليها يس. بيبان ازاي لما اعمل بلوك اديت، سيب الجن شغله اه يس عشان عملنا واحد شايفين العام في العام دي اللي هي الكهرباء دي هتلاقيها موجوده هنا، ده انوتيتيف كده وده دايناميك كمان. سوري ده الدايناميك، ده دايناميك وده الانوتيتيف اهو تمام. فاكرين احنا عملنا واحد منهم اللي فوق ده عملناه انوتيتيف. هنرجع له في السكيل واحد بواحد الاول عشان يبان اهو. شوفوا التكست يا جماعه عامل كبير ازاي بتاع البلوك ده، بتاع البلوك اهو بس هو كبير ليه؟ لان احنا عاملينه انتيتيف من جوه. فالمشكله دي لما تقابلنا ونلاقي بالمنظر ده تلاقي تكست كبير وتكست صغير والحكايه الحكايه اللي خبطت، هي حل بسيط قوي. هتروح فاتح البلوك بلوك اديت، تلمس اي تكست كبير قوي ده هتروح عامله بلوك اديت تقول له اوكي، تلاقيه كبير ازاي، هتروح معلمه وتروح ايه عامله انتيتيف اصلا، هو اصلا اتغير هو لوحده، ضرب نفسه في حاجات كبير قوي. هتلاقي لو لقيته انوتيت ده بنشوف الثاني الاول عشان نبقى عارفين السكيل بتاعه كام. التكس الاتريبيوت الثاني اهو مسكناه عرفنا ان الهايت بتاعه 2 تمام. يبقى هاجي على ده لو انوتيتيف هلغي، ممكن يكون سبب انوتيتيف كده هلغيها هقول له نو، واجي على الايه الهايت 2 خليها 2 اهي. رجع تاني زي ما كان هقول له كلوز سيف اهو، رجع تاني صغير. نجيب الانتيتيف بتاعنا، نجيب السكيل بتاعنا اللي هو 51 اهو، 51 فين اهو، رجع تاني نفس الشكل بتاعنا. تيجي نبوظه تاني، نبوظه تاني بلوك اديت اوكي، وخلي اللي فوق دهوت قول له اعمله قول له اوكي سيف، ضربت اهو شايفين ضربت ازاي؟ تاني ابص كل لوحه ضربت ازاي؟ فلما تلاقي كده ما تتخضش، هي مشكله واحده بس ملهاش
تاني افتح البلوك اديت هتلاقي في حاجات فيهم مش مظبوطه حاجه كبيره وحاجه صغيره اهو تروح مرجع ده تاني مكانه وتقول له ارجع يا جميل مكانك انت السكريبت بتاعك رجع تاني مكانه وقول له سيف سيف كده تمام ارجع بص اللوحه تبقى عامله ازاي تمام كده كده مظبوط يا جماعه نوقف الشحن على فصل الشحن معلش انا اسف طيب تمام كده يا جماعه تمام هنكمل بس بقى عشان النيمنج كامل هنكمل الحته الصغيره بتاعه البلوك لان هي بسيطه جدا ونخلص يبقى احنا خلصنا كده السيشن بتاع النهارده ان شاء الله احنا عملنا يا جماعه الانوتيشن خلاص التكست خلاص تمام نلغي الماوس دايمنشن نفس الحكايه بشوف الدايمنشن انا بشتغله في بالمتر واثنين ديجيتس في بالمتر ثلاثه ديجيت وفي العادي اللي هو بالعربي عادي اللي هو المليمتر عادي 2 متر 2 ديجيت وهي بيخش بقى على الانجليزي بتاعنا اللي هو العادي اهو وادي سامبل هنا ده بالمتر ده العادي وده بالمتر ده العادي ده بالمتر وده العادي معلش كده متبدله تمام يا جماعه ادي المتر كل حاجه موجوده اهي طبعا طب المكتب اللي انا شغال فيه ما بيشتغلش عربي اصلا مش هعملهم تمام ما بيشتغل انجليزي بس مش محتاج المتر محتاج انا بشتغل احرك الحاجات دي كلها ده كله طب عايز يعمل نوع عنده فونت جديد عايز يتتر بفونت هو سيستم المكتب كده يعني اداره المكتب عايزه كده فانا بعمل الاداره اللي الاداره عايزاه بس انا بحط الستاندرد اللي هي الجايد لاين بتاعي ازاي اعمل الحاجات دي كلها بثبتها تمام كده يا جماعه طيب هنيجي بقى على البلوك نيم البلوك نيمينج انا ممكن اقعد اشرح فيه ربع ساعه بس اختصاره زي اللاير بالظبط زي اللاير بالظبط نفتكر كلام اللاير هنا في ديسيبلين ديزاينيتور اول واحد اذا كان في لانه ليفل 2 بعد كده الميجر جروب اهو دور المينور جروب سنجل والمينور جروب الثانيه وود او ممكن ابدل حسب ما انا شايف يعني عايز اقول لو انا واحده تبقى الوود مثلا يعني كل خشب سنجل فيها يبقى لو حبيت اعمل حاجه ثانيه هيبقى ايه دور سنجل ميتال ايه دور سنجل لوفرز السيريال دي بقى لايه لما اجي اعمل باب انا عملت باب فعلا سنجل دور وسميته 01 ففي مشروع تاني جه عايز باب بشكل تاني او الاوت لاين بتاعه شكل تاني اروح اعمله بقى 02 فيبقى انا عندي البلوكين موجودين تمام كده يا جماعه لكن بقى الحاجات دي كلها ازاي يرجع لكلام اللايرز هتلاقيه هو منطبق على هنا اعيده تاني نفس الكلام هعيده مش هينفع هو نفس الكلام اعمل لاير اعمل البلوك سميه ايه ده معماري طب الانوتيشن اللي هي العام هنعملها جي جنرال لان كل الاقسام بتستعملها زي البلوك نيم والحاجات دي كلها والدور نيم والحاجات دي ايا أي كان بقى لانه بيستعمل في الانتيريور وفي الضوء وفي الاركتكشر تمام كده البلوك نيم تهيألي كده اتغطى دي سامبل للبلوك نيم اهو الجريد والاليفيشنز سيكشنز دي سامبل كلها موجوده اهي طبعا الاستامبل ديت ليها ستاندرد ليها ستاندرد الان سي الناشونال كاد ستاندرد عامله السيستم عاملاه مقاسات وخطوط وحاجات زي كده تيجي نتكلم فيه هبعت لكم الستاندرد نفسه بتاع البلوكات وتشوفوه وتبصوا عليه بس عايزين نتكلم في حاجه معينه نتكلم فيها متفقين يا جماعه متفقين نشوف الشات بس فيه ايه could you please provide us the presentation file some of overlay are hidden okay حاضر حاضر يا جماعه انا طبعا بس انا مسجل الحاجه ارفعها على اليوتيوب وهبعت لكم اللينك حاضر النسبات اللي ظهرت انا في نسبتين انا كاتبهم في نسبه ثالث في كذا نسبه عندي هبعتهم لكم كنا في نسبه اسمه اس اس دبليو هبعته اللي هو سواب سواب سترنج سترنج سواب
بيعمل فاكر ابتدينا لما عملنا فيلد من تكست بيقرا تكست ثاني هذا بيعملها بيقرا من تكست لتكست بس من غير فيلد يعني بيقرا تكست كابل لكابل وفي واحد ثاني بالفيلد هبعته لكم برضه والدي اللي هو بيجيب اللايرز في واحد ثاني بيجيب السكيل في الفيو بورت لو انا عندي الموديل او الخرطوشه فيها السكيل بتاع اللوحه فبكتب اس زي في بدوس على الفيو بورت بيقرا الفيو بورت بتاع السكيل بتاع الفيو بورت كام بدوس على التكست او الاتريبيوت بيكتب له فيه بيكتب لك فيه السكيل بتاع الفيو بورت هبعت لكم الحاجات دول اهو طيب نكمل نيجي بقى على الايه على ديتيلز لازم هيبقى فيه شكل عام للوحه في سيكشن ده وول سيكشن بارشل اهو قصير وقطوع اهو ده كونتينوس يعني من اول للاخر الدور نمبر ليه شكل الداتا اللي جوه متختلف بيها من مكان لمكان انا في ناس بتحط دي 1 بس وبعدين في دي 1 وبعدين في الروم نمبر وفي التايب حسب ما هو موجود هنا بقى الروم نيم بالنيمنج بتاعه بالسيريال بتاعه الشباك الويندو تمام المسافات من هنا لهنا مظبوطه دي بتبقى عامه بتعمل من هنا لهنا ومن هنا لهنا 8 في السكيل عندي انا هبعت لكم الليزب بتاع الكات لاين كمان بالمره عشان ايه ده بيحدد لك بيه الحاجه الليزب الكات لاين لو ما بعتوش هبعته على طول معظم الليزبات بقى ايه ببقى شغال في مكان باجي اعمل سند لمكان معين او بشتغل فيه بشوف هما بيشتغلوا ازاي وفي الحاجات الريبيتيشن الموجوده الحاجات المتكرره انا عايز اعمل عمليه اوتوميشن اصلا الستاندرد ده معمول ليه يا جماعه اوتوميتنج ذا بليس اوتوميتنج للناس اللي موجودين اوتوميتنج للشغل ما خلوهمش يفكروا كتير عشان يشتغلوا اسرع ويشتغلوا يدوا انتاجيه احسن في حاجات متكرره بعملها نعملها اذا كان دايناميك بلوك تتعمل اذا كان لسبه تتعمل اذا كان وين كان تمام فالبلوك ستاندرد هنا في البلوكات معينه هي بتتحط وهكذا ده الدرافتنج سيستم وخلص البرزنتيشن وجزاكم الله خيرا واتمنى ما اكونش تقلت عليكم وكده البلوك نيم هنخش بقى الدرافتنج اللي هو معظمها هيكون حاجات ازاي نظبط لوحه وازاي ستاندرد للحاجات دي كلها المره الجايه ان شاء الله وازاي نعمل الشكل ده جزاكم الله خير يا شيخ حد محتاج يا جماعه ازاي يعمل منيو زي دي يحط الحاجات دي كلها هنا كده اذا كان عنده نسبات او حاجات معينه هيعملها ازاي فلو حد عايز الشكل ده يا جماعه يقول لي بحيث ان احنا نشرحه المره الجايه طيب يوجد هل يوجد ستاندرد بيحدد طرق اخراج اللوحه وتقسيمها يعني امتى اقسم البلان الكامل لعده لوحات السكيل الرئيسي والمتعارف عليه في كل مكان على مستوى العالم 1 ل 100 ده الاساسي الاساسي 1 ل 100 تمام الطلب سكيل ثاني غير كده يعني مثلا زي احنا لسه شايفين لوحه اهو دلوقتي مش لسه كنا فاتحين مشروع هو العميل طلب 1 ل 50 فاللوحه تيجي 1 ل 100 يبقى لازم احدد ماستر لي اوت يبقى لازم الاول ادام قسمت لازم احط الماستر كامل عليه على كلوحه اولانيه الماستر كامل وبعد كده كل جزء يتحط لوحده في اللوحه حسب السكيل المطلوب طب ممكن بنعمل مثلا باوندري وول لوحده سكنيه وحده سكنيه مجموعه فيلل او قريه سياحيه مثلا ليها سور فالسور طبعا ايه مش لازم يتحط كله فطلع 1 ل 500 او 1 ل 1000 تمام فانا لازم احط لوحه واحده 1 ل 1000 وبعد كده ابتدي اقسمه كل جزء لوحده 1 ل 100 او حسب طلب العميل عايز يحط 1 ل 50 على طول هحط له 1 ل 50 هقول له لو حته هتزيد هو موافق خلاص نقدمها له طيب مقاس اللوحه اي 0 ولا اي 1 او في بعض الدول بتحدد يعني مثلا دول الخليج انا عرفت دلوقتي ان في دول بتحدد اي 1 ما يزيدش عن كده ان شاء الله تقدم 100 لوحه بس هو اي 1 بس ليه يقول لك عشان الموظف اللي شغال بيراجع اللوحه يعرف يفتحها ويقفلها ما هو الاي 1 كبيره الاي 0 كبيره لكن الاي 1 متوسطه الحجم يعرف يشتغل عليها فبيقول لك اكبر مقاس تجيبه لي هو الاي 1 فبنخش الاي 0 فطبعا ده بيزود عدد لوحات مش مهم هم طالبين يقول لك ما فيهاش حاجه تمام كده فده تقسيم اللوحه والحاجات دي اي استفسار تاني يا جماعه واتمنى تكونوا استفدتم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك